سيداتي الفضليات، سادتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي بالصالون العراقي في لوس أنجلوس. يسعدنا اليوم أن نستضيف قامة ثقافية أدبية عراقية حفرت في ذاكرة الوطن أماكن مرموقة، فلها بصمات في معظم أجناس الأدب من قصة ورواية ومسرح وإذاعة وتلفاز. إنه الروائي الكبير الأستاذ شوقي كريم حسن. ولد الأستاذ شوقي في محافظة ذي قار الناصرية بداية خمسينات القرن الماضي، ويقول عن ذلك: حدث صدفة إني ولدت عند ضفاف أقدم نهر في التاريخ السومري، هو نهر الغراف. تقول أمي: إني صرخت احتجاجا يوم تتويج الملك فيصل الثاني ملكا على العراق. وينفي والدي ذلك إذ يقول: إني ولدت بعد فيضان بغداد عام 1954 في ناصرية سومر. ويضيف الأستاذ شوقي: تعلمت هناك في الصفوف المدرسية الأولى كيف أنصت وأحلم بحكايات الفقراء، ثم طرد أبي ونفي لأسباب سياسية فارتحلت العائلة إلى بغداد. قرأت كل ما كان يقع بين يدي. من خلال تلك القراءات قررت أن أكون ممثلا مسرحيا متشبها بلورنس أولفي. درس الأستاذ شوقي المسرح في معهد الفنون الجميلة وتخرج منه، فكتب وأخرج أكثر من 40 مسرحية. عند بداية السبعينات استهوته القصة القصيرة، وهي بداية مجنونة وغريبة كما يسميها، فنشر أول قصصه عام 1971، وفي عام 1977 مجموعته القصصية. واصل نشاطه الإبداعي فكتب النصوص المسرحية والمسلسلات الإذاعية التلفازية والرواية والقصص، حيث زادت على 250 عملا إبداعيا. وعنها يقول الأستاذ شوقي: أعتز لمنافستي الكاتب المصري الكبير الراحل الأستاذ أسامة أنور عكاشة. أما أشهر مسلسلاته فهي دخان الورد، اللهيب، مدينة الموسيقى، الحوت والجدار، الحب والبرهان، المساعيد، أحلام السنين وغيرها. عمل الأستاذ شوقي كريم عضو للمكتب التنفيذي والمجلس المركزي لاتحاد العام للأدباء والكتاب ولأكثر من 15 دورة. كما ترأس ملتقيات القصة القصيرة لأربع دورات، كذلك تولى رئاسة نادي السرد لدورتين. عمل محررا ورئيسا لتحرير أكثر من مطبوعة عراقية، وعمل خبيرا دراميا في الإذاعة والتلفاز العراقي، وهو خبير معتمد في وزارة الثقافة والاتحاد العام للأدباء والكتاب، ورئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن المرأة والطفل في العراق. الأستاذ شوقي حاصل على أكثر من 20 جائزة عراقية وعربية من مصر وتونس واليمن والإمارات، ويطمح ونحن معه أن يكون أول عراقي يحصل على جائزة نوبل. صدر الأستاذ شوقي كما يسمي نفسه كاتب الفقراء والمهمشين ومدون أحلامهم، أي ما يسميهم الأستاذ البروفيسور مسهر الخفاجي المقاريد. صدر له أكثر من 20 كتابا أذكر منها: عندما يسقط الوشم عن وجه أمي
وهي مجموعة قصصية صدرت عام 1977. رباعيات العشق مجموعة قصصية، أصوات عالية، مدار اليم، الوثوب إلى القلب، فضاء القطرس رواية، شروقية، هباشون، هتلية، لبابة السرد، تغيب، خوشية، قنزنزة وغيرها. فمرحبا بالأستاذ شوقي صانع الحكايات ومروج الأحلام، وهو يحدثنا وبمعوله عن الرواية العراقية وضمن العناوين الذي وضمن العنوان الذي اختاره: السردية العراقية، التأسيس الوافد، والمغايرة العاجزة. لكم الحديث السادي الفاضل. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعيد جدا بأن نلتقي مع هذه النخبة الطيبة من الأصدقاء والأحبة في التحاور معا من أجل الوصول إلى صيغ متقدمة باتجاه ما نسميه الآن بالسردية العراقية، وإن كنت أحيانا لا أقتنع بهذا المسمى، لأننا ما زال رغم مرور 100 عام على تأسيس السرد العراقي ما زال نحبو باتجاه أن نتقدم إلى العالمية أو نقدم نصوص السرد العراقي إلى العالمية، رغم أهمية الكثير من الأسماء في 100 عام. سأبدأ مع العنوان الرئيسي أولا: السردية العراقية، متى تأسست وكيف؟ ربما يقال أن بدايات السرد العراقي جاءت على يد عبد الله بن المقفع في مخطوطة الشهيرة، والتي أعتقد أنها مترجمة عن لغات أخرى، ولكنها أقرب إلى القصة القصيرة جدا من المسرودة القصصية ذات البناءات المتكاملة. لهذا سأترك كل هذه السنوات وأعود إلى الأوائل في القص، وهي بدايات القص العراقي مع بدايات القرن العشرين. سأدخل معا إلى بيت الأستاذ سليمان فيضي الموصلي البصري القومي الاتجاه حينما كتب رواية الاستيخاضية، وبدفع من الملك العراق غير المتوج طالب النقيب. وأنتم تعرفون جيدا أن الاتجاه القومي في بداية سقوط الدولة العثمانية ومحاولة تأسيس الدولة العراقية الحديثة، بدأ الاهتمام بالتوعية القومية ونشوء الوعي القومي بوجود الملك فيصل الأول رحمة الله عليه، ووجود المملكة العراقية بشكل كامل التي كانت تنزع باتجاه بناء دولة قومية في الوطن العربي. ما الذي فعله سليمان فيضي؟ اعتمد في الرواية الإيقاظية حكاية بسيطة أراد من خلالها أن يوجه الوعي الوطني داخل العراق توجها قوميا. لكن هذه الرواية لو تفحصناها قليلا لاكتشفنا أنها لا تتوافر على كل مشروطات الرواية المتكاملة، أي البناء والفن والسيم الصغيرة ثم السيم الكبيرة وهكذا البناء العام. الرواية احتمدت الحكاية مع القليل من الاهتمام بالفن، وأود الإشارة هنا إلى أن الراحل سليمان فيضي كان يطلع على أكثر من لغة، فهو يعرف التركية والإنجليزية والقليلا كما أعتقد من الفرنسية. لهذا جاء التأسيس الأول كما يقول الأستاذ عمر الطالب والأساتذة عبد الإله أحمد في دراسة عن القصة العراقية، وبعض الأساتذة وصولا إلى الدكتور الكبير علي جواد الطاهر، أن الرواية الاستيقاظية أو أن سليمان فيضي هو أول أو هو أبو السرد العراقي دون منازع. وهذه كانت بداية سليمة، بداية دقيقة، بداية يمكن النظر إليها بعين الاحترام، ولكن أقل نضجا مما كان يحدث في مصر على سبيل المثال. وأنا هنا أود أن أشير إلى معلومة مهمة، أن التنافس في الثقافة العربية بدأ مصريا عراقيا حتى هذه اللحظة. ما يحدث في بغداد يجب
أن تنصتوا إلي القاهرة، والعكس هو الصحيح أيضا. بعد هذه التجربة تخلخل السرد العراقي قليلا، إلى أن جاء واحد من أهم رواد السرد العراقي كما أعتقد، وهو الأستاذ الراحل ذنون أيوب، في حين قدم روايته الشهيرة الأستاذ إبراهيم، وهي محاولة لنقد الراحل الكبير رئيس وزراء العراق ووزير خارجيته الأستاذ فاضل محمد الجمالي، محمد فاضل الجمالي، التي أثارت كثيرا من القلق. وبداية هذه الرواية قصة قصيرة، نفي الأستاذ ذنون أيوب إلى خارج الموصل من أجلها، ونحن نعرف أن الأستاذ ذنون أيوب كان مؤدلجا، كان شيوعيا مؤدلجا يكتب بموجب مواصفات خاصة تهتم بالإنسان وقيمه ومبادئه على ضوء الماركسية اللينينية، ولم يخرج حتى مماته عن هذا الرأي إطلاقا، ولم يكتب حرفا خارج هذه الأطر. رواية الأستاذ إبراهيم كانت مهمة لأنها أيضا توافرت على بناء فني ناضج وموضوع مهمة أثارت الكثير من اللغط والجدل، حتى أن الأستاذ الدكتور علي جواد الطاهر يقول في واحد من كتبه أن ذنون أيوب استطاع أن يؤسس إلى وعي بناء رواية حقيقية. رغم فيما بعد الأستاذ ذنون اتجه إلى السياسة أكثر مما، وحول القصة القصيرة إلى ما أسماه هو شخصيا بالمقاصة. وهذه حيرة كبيرة لدى هذا الجيل، إلى أن جاء مجموعة مهمة، أنا أرى أن هذه المجموعة التي سنتحدث عنها هي مجموعة مهمة، على رأس هذه المجموعة الرائد الكبير الأستاذ عبد الملك نوري، الذي قرأ بشكل دقيق الأدب الإنجليزي والأدب الفرنسي، واستطاع أن يقدم نموذج روائي وقصصي سردي يتفق مع شروط السرد، مع شروط السرد بالتمام والكمال. وبصعبة عبد الملك كان هناك شخصيتين مهمتين، هما غانم محمود والأستاذ فؤاد التكردي. برغم أن الأستاذ فؤاد التكردي بدأ من خلال تأثيرات الأستاذ نهاد التكردي المترجم المعروف عن الفرنسية، بدأ ينزاح باتجاه الواقع، لأنه أولا قاضي، وثانيا لأنه من طبقة متعالية أراد أن ينزل إلى القاع، وفعلا تمكن بقصص العيون الزرق والتنور والأخريات حتى وصل إلى المحك الأساسي ليقدم نموذجا. وإن كنت أنا شخصيا جالست الأستاذ فؤاد واحترفت عليه حينما قدم الرجع البعيد بلهجة عراقية ممتازة، ولكنها لهجة متعالية. أشد ما كان يخاف منه الأستاذ فؤاد رحمة الله عليه هو أن يلج أبواب السياسة، ولا أدري كيف ولج أبواب السياسة هذه المرة من خلال شخصية مدحت الذي كان يرتكب الخطيئة مع خالته. هو في الرجع البعيد مرحلة لنقد تجربة عبد الكريم قاسم بالحكم، وما زلت حتى هذه اللحظة حينما أمر باتجاه جامع الخلاني التفت إلى اليسار وتصور بطل الرواية مدحت في لحظته الأخيرة وهو يقفز من الجدار ليلاقي رصاص ما بعد انقلاب شباط، يعني بعد تغيير انقلاب شباط انتهت القصة عند هذا الحد وتوقف. لدى التكردي مؤثر واضح برواية إنجليزية معروفة، برواية عالمية معروفة هي الصخب والعنف، في بناء التسلسلي، لكنه لم يصل إلى حد الفصل المهم في رواية فوكنر الصخب والعنف، وهي شخصية بنج. وبالمناسبة أنا أعددت هذا الفصل مسرحية وعرضت في اتحاد الأدباء والكتاب، هي شخصية لها ديانات غير متجانسة وصعبة الربط أيضا، وتذكرنا لو أردنا أن نرجع إلى وراء قليلا بما فعله جيمس جويس في أوليس. هذا البناء استفاد من مثل ما استفاد منه فيما بعد نجيب محفوظ في
مجموع في روايته الشهيرة الحرافيج التي تحولت إلى أكثر من فيلم. محنة السرد العراقي وقفت عند عبد الملك نوري وفؤاد التكري والمجموعة الأخرى غانم الدباغ والمجموعة التي سايرت هذا الجيل الذي استقر قليلا. بالمناسبة الإشارة لدي أن السياسة هي المدخل الذي يحرك الحياة الثقافية في العراق، حتى أن هناك وأنتم تعرفون ويعرف الجميع أن هناك مقاهي خاصة سياسيا للأدباء مثل البلدية والبرلمان والأعيان والأرجنتينية والبرازيلية ومقاهي الشاط، كلها كانت مؤدلجة حتى بارات اليوم في شارع أبو نواس كان كل بار مرتادي، ومن الصعوبة أن ينتقل أحدهم من مكان إلى آخر إلا برضى الطرف الآخر. هذه العدوانية المبطنة داخل الفعل السياسي هي التي جعلت أيضا التنافس السياسي الثقافي على أشده، ونجحت فعلا في أن تقدم نماذج كبيرة من القصة العراقية في هذه الفترة. الأهم في السرد العراقي بعد هذه الفترة هي المرحلة الأخطر، ولا تزال تشكل خطورة في السردية العراقية حتى هذه اللحظة رغم رحيل البعض من هذه التجربة أو انزواء البعض الآخر، هي مرحلة الجيل الستيني. بالمناسبة أنا لا أميل كثيرا إلى تسمية الأجيال، ولكن الراحل حميد المطبعي هو الذي أشاع فكرة التجيل في الأدب العراقي. مرحلة الستينيات ارتكزت أيضا على مؤثر، ومؤثر خطير جدا هو الوجودية. نجد أن كل الكتاب القصة بدءا من، وأنا أتحدث عن المجددين في القصة، عبد الرحمن مجيد الربيعي، أحمد خلف، غازي العبادي، موسى كريدي، يوسف الحيدري رحمة الله عليهم، المجموعة الكبيرة من هذه الأسماء كانت تتمنى أن ينتمي أبطالها إلى الوجودية، ومنهم أيضا العزيز الأستاذ جمعة اللامي بهذا الموضوع، حيث نجد البطل بمواصفات سردية كالآتي: يجلس في زاوية مقهى أو زاوية بار، يدخن سيجارة ويفكر بالوجود. لا أدري حتى هذه اللحظة، وقلت هذه مئات المرات في الندوات والأماكن الثقافية، لماذا قلد جيل الستينيات مثل هذا الوضع، رغم أن نحن نعيش داخل مجتمع لديه انضباطات فكرية وثقافية واجتماعية، وللدين موقف أيضا في داخل الأبطال نفسه، معظم هؤلاء الكتاب منحدرين من الجنوب، لكن النقد والتأثر بسارتر وسيمون دي بوفوار وديك جلدارد وما إليه من الأسماء هم الذي جعلتهم ينتمون دون أن يدرون لماذا إلى هذا التيار. أي ظهرت القصة إلى مرحلة متأخرة وكأنها لا تناقش شيء مهم، ولكم أن تتذكروا إن كان هناك قصة قصيرة لجمع اللامي في مجموعته من قتل حكمة الشامي اسمها السمكة. رجل يجلس أمام حوض سمك ويتأمل السمكة من بداية جلسته حتى وفاته دون فعل درامي، وهنا سأتي إلى مهمة. كل السردية العراقية حتى فترة قريبة لا تتوافر على قضيتين مهمتين، أو لا يعرف القاص العراقي على قضيتين مهمتين. الأولى أن لكل الحوار فعل ورد فعل كما في الإذاعة والتلفزيون والسينما، والمسألة الأخرى التصاعد السيامي، إذ لا يوجد في القصة العراقي شيء اسمه صراع، بل هناك إضاءة عامة وكشف لحركة شخوص داخل بنائيات القص، وهذه واحدة من عيوب القص العراقي. بعكس مثلا لو أردنا أن نتحدث عن يوسف إدريس أو عن إبراهيم عبد المجيد أو عن حتى الأوائل، لوجدنا أن هناك دراما واضحة ربما بحكم
اشتغال مثلا نجيب محفوظ بالسينما او يوسف السباعي بالسينما او محمد عبد الحليم عبد الله بالسينما، نجد ان هناك ثيم تتصارع وانه حوارات تصاعديه للوصول الى نقطه ما يريد الكاتب لغرض تفكيك الحوار فيما بعد وتفكيك الثيم وصولا الى الحلول. في الثقافه او في السرد المصري الشيء الوحيد هو سطحيه الامكنه، حتى لدى نجيب محفوظ، يعني لو اخذنا اولاد حارتنا واخذنا كل اعمال الاخرى، وانا اؤكد على اولاد حارتنا، لوجدنا انها ترتكز على التاريخ بسطحيه دون الدخول بعمق الى احلام الشخوص، الى تكويناتهم العقليه والفكريه، الى ماذا يمكن ان يحقق. ولا تذكرون زيطه صانع العاهات وحميده وما اليه من هذه الاسماء التي اصبحت حتى سي سيد التي اصبحت جزء من ذاكره الشعب المصري، جزء لا يتجزأ بحكم اشتغال نجيب محفوظ في السينما. والاشاره هنا لان نجيب محفوظ اسهم بشكل جاد وربما معلومه الكثير من الناس لا يعرفونه في خلق شيء اسمه اسماعيل ياسين، كتب له الكثير من سيناريوهات افلامه واسهم ايضا على توضيح مقاصد الكوميديا داخل النص الذي يكتبه نجيب محفوظ. للأسف احنا لا نتوافر على فن سينما، وكانت المسرح العراقي في الستينيات في بداية تكوينه، يعني لم يبدأ المسرح العراقي إلا مع حق الشبدي ويوسف العاني وتأسيس معهد الفنون الجميلة الذي كان بسيطا حتى في استيراد النصوص المسرحية العالمية، وما زال حتى هذه اللحظة في معهد الفنون الجميلة وكلية الفنون الجميلة لا يقبلون نصا عراقيا إطلاقا للطلبة المطبقين، بل يجب أن يكون نصا عربيا. وقد اعترف قبل مدة على هذا الأمر أنكم لا تثقون بكتاب المسرح في العراق أم هناك إشكالية، فقالوا أن القانون التأسيس الأول ينص على ذلك. أعود إلى الحديث، في مرحلة الستينيات أيضا برزت إشكالية السياسة، يعني مع الوجودية وبعد انقلاب تموز حدثت صراعات فكرية بين تيارين، ونحن نعرف هذا الأمر الكبير، كل يريد الاستحواذ على الثقافة. كتب فاضل العزاوي بيان الشعري، لم يخرج هذا البيان الشعري إلى الوجود إلا بعد أن وقع عليه أو شارك فيه ولم يكتب حرفا واحدا شاعر من جهة أخرى، وأصبح ملكا للتوجه الحكومي بالثقافة بعد 1968. بعد 68 وبالتمام عام 1970 حدث ارتباك آخر في السردية العراقية، استقر الوضع، بدأت الصراعات السياسية تخف قليلا، كان التفكير بقيام جبهة وطنية قائما، امتلأ سوق المكتبات بالكتب والمجلات التي تجدد الحياة، ظهر جيل مهم هو جيل السبعينات الذي تخلص، وأنا لا أقول جميعهم، تخلص من الأيديولوجية وبدأ يتجه باتجاه الحياة. ولكن الأزمة مرت مع جيل الستينيات، احتاج إلى فترة طويلة لكي يستوعب ما يحدث، لأنه تحول في هذه الفترة من معارض سياسي في الستينيات إلى واجهة سياسية هي التي تحكم. فكيف يعالج ما كان يحدث يوميا من متغيرات في الحركة السياسية العراقية وفي الحركة الاجتماعية أيضا، وخاصة بعد تأميم النفط وظهور معالم رفاهية اجتماعية ووجود أكثر من مدخل. السردية الستينية وبخاصة أنتم تعرفون أن أنا أشرت إلى فؤاد التكري، أو الآن أشير إلى موسى كريدي وإلى يوسف الحيدري أيضا، وهم من عمل أولا على التخلص من السياسة، وخاصة الراحل موسى كريدي في مجموعته القصصية الشهيرة غرف نصف مضاءة، التخلص تماما من هيمنة السياسي للدخول إلى الهيمنة الاجتماعية والمسرودات الاجتماعية التي يمكن أن تتحول إلى علامة تاريخية مهمة، وقد وفعلا تحولت إلى هذه العلامة المهمة. أين تكمن مشكلة الجيل السبعيني؟ مشكلة الجيل السبعيني تربى في أحضان الستينيات، وهذا لا ينكر إطلاقا،
وقدم الكثير من نتاجاته في البدايات متأثرا بالجيل الستينيات، وبخاصة ما يسمى بالموقف المرتبك أي الذي لا ينتمي إلى الستينات بكليته ولا يبدأ مع السبعينات مثل الراحل غازي العبادي أو ما غازي العبادي أسماء الجيل الضائع أو الجيل التائه، منهم الأستاذ عبد الخالق الكابي الذي بدأ شاعرا ثم تحول روائيا، وبدأوا يبحثون عن منافذ جديدة. مع نشوء الحرب العراقية الإيرانية انحسمت الأمور، تهدم كل شيء، توقفت الحياة للتأمل. جيل السبعينات ذهب إلى الخنادق والقتال، وأشيع ما يسمى بقصة الحرب، ووقف جيل الستينات مشرفا على هذه البلوى في دار الشؤون الثقافية وفي كل المؤسسات الثقافية الأخرى، حتى أن كبار الكتاب كنا نحزن لوجودهم في لجان تتأمل المنجز الثقافي الآتي من الجبهة، ومنهم جبر إبراهيم جبر وموسى كريدي والكثير من الأسماء المهمة. كنا نحزن أنهم، وحتى وصل الأمر إلى وجود 1500 قاص في هذه المرحلة، وكانت تصدر مجلدات تسمى قصص تحت لهيب النار. ولكن السؤال، هل هذه القصص فعلا كانت تتوافر على شروط سردية، على بناء سردي؟ كانت تحت ما يلي: الثيمة التي تعتقد أو تقول أن الجندي العراقي جندي مهم ولا يقتل، وهو قوي وجبار ولا يعرف الضعف، وإلا لو انزعت القصة قليلا باتجاه ضعف الجندي العراقي وارتباكه وخوفه لما نشرت قط. وهذا ما حدث مع قصص مهمة من عده، قصة عرانيس للكاتب الشهيد حسن مطلق، وأيضا بعض قصص الراحل حاتم حسن التي منعت تماما عن النشر وإلى أن توفاهم الله. هذه المشكلة جعلت من السردية العراقية سردية مرتبكة. حينما انتهت الحرب وعاد الجنود، عادت القصة العراقية إلى 8 أفراد فقط. السؤال، أين اختفى الباقي من 1500؟ وطبعا أنا أحكي الآن بوثائق ممكن الرجوع إليها بأي وقت تشاء من المكتبة الوطنية. أين اختفى الآخر؟ وهنا أيضا حدثت محنة، لم يتنفس الشاب العراقي الكاتب أقصد كثيرا إلا وحدثت محنة أخرى في هذه الفترة من 88 إلى دخول الكويت. كانت هناك متنفس بسيط، ولكن متنفس استذكاري أيضا، وهذه أيضا وحدة من مهام المغايرة. سأتحدث، أعود قليلا، سأتحدث عن تجربة وبسؤال: هل استطاع الكاتب العراقي الشاب وعلى أقصد السبعيني التمرد على ما كانت تريده الدولة؟ سنجد الإجابة تقول نعم، استطاع الشعر العراقي برباعية مهمة ومدروسة ومتقنة، هو خزعل الماجدي وفاروق يوسف وزاهر الجيداني وكمال سبتي، أن يقدموا بيانا شعريا مغايرا في قصيدة النثر تختلف تماما عما كان ينشر في الصحافة العراقية. ولاقى هذا البيان استحسان، وإن كان فيه تقليدا للبيان الستيني، ولكن الفرق بين البيان الستيني وهذا البيان هو أن الأول لم يقدم نماذج تطبيقية لما يقال، وظل مجرد رؤى وتصورات وأفكار عما يمكن أن يحدث في الشعر العراقي. ولكن هذه المجموعة تمكنت أن تقدم نماذج، قدم زاهر الجيزاني شاحنة البطيخ، وقدم خزعل الماجدي خزائين، وقدم سلام كاظم دخان المنزل، وهكذا مع الباقين. في القصة العراقية، في السردية العراقية أيضا تأسست مجموعة مهمة اسمها صوات عالية، وللاسم دلالات أيضا، قدمت بمطبوع مغاير يحمل ذات اسم المجموعة أصوات عالية 5 أسماء مهمة، هم حميد المختار، شوقي الكريم،
عبد الستار البيضاني، عبد الرضا الحميد، وحسن متعب. هذه المجموعة سارت ضجة، حيث كتب الأستاذ يوسف عبد المسيح ثروت رحمة الله عليه أننا الآن استطعنا أن نجد معنى لوجود القصة العراقية الحقيقية. وطبعا هذه المجموعة لاقت ما لاقت من تعسفات ومن كراهية ومما إليه. ثم أردفت هذه المجموعة بعد الدخول، قبل دخول الكويت بأشهر، أن أسست مجموعة تسمى تضاد. قالت في بيان التأسيس الأول أن لا شيء يسمى القصة العراقية، وهناك ما يمكن أن نسميه مرأة تيمنا بالمرأة التي تكشف كل شيء، معتمدة على التاريخ والحكاية الشعبية والموروث الفكري والإسلامي وكل هذه المسميات. وقدمت أول مجموعة لها باستنساخ في مهرجان المربد، متحدية الجميع في مهرجان المربد، حتى أني أتذكر أن يوسف إدريس حينما سلمت هذه المجموعة له التفت إلى الأستاذ حميد سعيد وسأله من هؤلاء، فقال بالنص أن هؤلاء مجانين الأدب العراقي. أصوات عالية وتضاد استطاعت أن تنال المدح الكثير ليس في العراق فقط بل في الوطن العربي. تأسست التضاد في كردستان العراق، تأسست التضاد في السعودية، تأسست التضاد في لبنان أيضا، وأصبحت هذه المجموعة مهمة ومتابعة أيضا. لكن مثل ما مدح البعض كتب البعض إلى الجهات المعنية، إذا هذول يريدون يخربون الأدب العراقي وهم يطالبون ببناء أدب مغاير. كانت المغايرة تخيف وتخيف المؤسسة الثقافية العراقية وتجعلها بموقع مرتبك. فأرسل الجميع بطلبنا مستفهمين ماذا تريدون من خلال، فكانت الشروحات وأن نحن لا نعادي أحد، ولكن نعتقد أن القصة العراقية فن وافد لا وجود له في الوطن العربي خلص، وعلينا أن نجد فنا خاصا للعراقيين وفي العراق. وما زلت حتى هذه اللحظة أنا قدمت أكثر من، وما زلت أنشر على ما اتفقنا عليه في تضاد، سواء كان في القصص أو في الرواية. قدمت ثغيب، هي مزيج من المسرح والسينما والتلفزيون، مع وجود أمرين مهمين هو الصراع الدرامي، وهذا ربما لأنني كاتب دراما بالأصل ومسرحي، فاستفدت من هذه التوصيفات وأدخلت في فن الرواية. وفي لبابة السر احتمدت ما احتمدته في تضاد، حتى أن، وهذا ما احتز به، أن الناقد الكبير فاضل تامر وقف في وسط قاعة الاتحاد بعد حفل توقيع الرواية وقال أن لبابة السر هي ملحمة العراق الثانية، وهذا رأي احتز به لأنني استخدمت كل أنواع الفنون، كل أنواع الفنون التي تخطر ببال أحد بنيتها سرديا، مع إشارة من الشاعرة العراقية الجميلة رسمية محيب الزاير، كتبت دراسة أن لو أراد شوقي كريم أن يأخذ من هذه المجموعة، من هذه الرواية مجموعة قصائد، لظهرت لديه مجموعة شعر نثري أو قصيدة نثر مهمة. كل هذه الأمور، هذا طبعا لا يتوافر في الكثير من ما يقدم. أين تكمن مشكلة السرد العراقي الآن بعد الذي حدث عام 2003؟ مرت السردية العراقية بإشكالية كبيرة، حتى عام 2003 كانت السردية لا الروائية لا تتجاوز 110 رواية بأعلى مستوياتها، بدءا من سليمان فيضي وصولا إلى 2003. من 2003 إلى الآن بلغت الرواية العراقية 8000 وكسر. هل كل هذا العدد، وأنا مع تماما أن نفس المجال للنشر هي تتوفر على شروط بنائية؟ الإجابة ستكون لا. كل من أراد أن يدون حياته اليومية أو أن يحلم بشيء أو أن يخاطب حبيبته بسر بدأ يكتب لسبب
غياب الرقيب أولا، ووفرة المطابع، وثانيا لم يطبع أعدادا من الرواية المكتوبة، أو يطبع 150 نسخة إلا من بدأ مهما. لهذا من عام 2003 إلى الآن لم تتجد السردية العراقية كتاب كبار سوى القليل جدا، وما زالت الهيمنة الأساسية لجيل الستينيات والسبعينيات مع بعض الأسماء التي بدأت بعد التغيير. وهذه كارثة أن ترى هذا الكم الهائل من الروايات. والمشكلة تكمن أيضا بمدارس النقد العراقي أو هويات النقد العراقي الذي لم يرتكز بعد ولم يضع له مدرسة خاصة مثل ما وضعها محمد مندور في مصر، أو حاول الدكتور علي جواد الطاهر وضعها في بداية تكوين النقد العراقي، أو أيضا عبد القادر الرسام لا ما يكون الاسم أيضا تمكن أن يضع أسس للنقدية العراقية، لكن هذه الأسس ما لبثت أن تشظت بين الواقعية الاشتراكية في بداية ما سميناها بالأدلجة، فاضل ثامر وياسين النصير وعبد الإله أحمد ومؤيد الطلال وهذه المجموعة، ثم الآن انقلبت هذه الأيديولوجيات إلى موت المؤلف والإشكاليين الروس وما إليه، عند فاضل ثامر وعبد الله إبراهيم وسعيد الغانمي، حتى أنهم حاولوا تطويع المنتج السرد العراقي إلى مفاهيم نقدية لا تتفق معه. إذ لا يمكن أن نناقش بنائيات سرد آخر يطبق على بناية السرد العراقي، وهذه إشكالية النقد. المدرسة الأخرى والتوجه الآخر هو السردية أو النقدية البسيطة، ما يشبه ما كنا نسميه في زمن العرض اليومي للكتب ومع تكرارات أيضا، وهذه المجموعة تختار ما هو سهل وبسيط. وربما يعني ساعدنا الآن أنه لقاء مبالغ، بدأ البعض يدفع مبالغ لهؤلاء لكي يكتبوا عنهم ويمدحوهم وما إليه، وهذه الأزمة ليست في السرد العراقي فقط بل في الشعرية العراقية أيضا. وواحد من هذه المؤثرات الخطرة على السرد العراقي هو أدوات التواصل الاجتماعي وبخاصة الفيسبوك، الذي يوميا نقرأ قصص قصيرة وإشارة لروايات وما أنزل الله به من سلطان من قصائد نثر وهايكو وما إليه، بحيث بدأ الشارع العراقي بشكل عام لا يثق بالمنتج الثقافي العراقي، حتى أنك تجد حينما تدخل المتنبي الكثير من أكوام الكتب التي تباع بأثمان رخيصة، بالوقت الذي ينتبه الكاتب العراقي أو المتلقي العراقي إلى منتجات ثقافية سردية آتية من دول أخرى، حتى وإن كانت العراقيين نجم مالي وعلي بدر وجنان جاسم حلاوي والأسماء الأخرى الموجودة برا وعبد الله صخي مقبولة في الشارع العراقي، ولكن أبناء الداخل قليل منهم من يستقبل ويقرأ أيضا. وهذه الإشكالية هي إشكالية توزيع، نحن لا نتوافر حتى هذه اللحظة، كانت لدينا الدار الوطنية لتوزيع الكتاب، الآن من المحزن جدا أن نشوف مؤلف كاتب رصين كبير يدور من يجد من ينشر له الكتاب أو من يوزعه، أو يضطر أحيانا إلى أن يوزعه بدي على فلان وفلان دون أن يفكر لا بالربح بل بالخسارة ولا بالانتشار الأوسع. حتى المطبوع في الذي يطبع في بغداد من الصعوبة بمكان أن يصل إلى الجنوب أو أن يصل إلى كردستان أو أن يصل إلى الموصل، وهذه واحدة من إشكاليات الثقافة العراقية بشكل عام، ليس السرد فقط ولا الشعر فقط بل كل المطبوع العراقي باستثناء كتب الدين والتراث التي يمكن للمكتبة. نحن ليس لدينا دور نشر مهمة وكبيرة مثل دار الآداب، ولكن هذه المطابع البسيطة التي أنشئت الآن وتحولت إلى دور نشر تبتهج حينما تجد كتابا تاريخيا عن فلان وفلان. لهذا السبب تجد الشارع مليان بكتب تتحدث عن قاسم وعن الملك وعن ما فيما بعده، ولا تبتهج
بوجود رواية مهمة أو مجموعة قصصية مهمة أو مجموعة شعرية، بل أصبحت لا تثق تماما بهذا الأمر. وهذه أيضا واحدة من كوارث الأدب العراقي التي يجب أن ننتبه إليها. كثيرا ما ناقشنا هذا الأمر في اتحاد الأدباء وفي مؤتمر الثقافة الأول الذي قاده الأستاذ مفيد الجزائري، ولكن لن نصل إلى نتيجة، لأن الطرف الواحد لا يكفي، لا بد من أطراف أخرى. اثنين، محنتنا كعراقيين غياب المكتبات العامة. كانت في العراق أكثر من 150 مكتبة عامة الآن، وواحدة من أهم مكتبات هي مكتبة الزبير ومكتبة الشطة ومكتبة في الغراف ومكتبات بالكوت وفي كل مدن العراق، كانت تابعة لوزارة تسمى وزارة الحكم المحلي أو وزارة البلديات. الآن كل هذه المكتبات تحولت إلى رياض أطفال أو هجرت أو هدمت أو ما إليه، فظل الكتاب عاجزا على أن يصل إلى هذه الأمكنة إلا بجهود شخصية. يعني أنت تطبع كتاب، تكتبه وتطبعه وتخسر الفلوس، وبعدين تروح للبريد في مكان ما كيسه وتدزه للأصدقاء أو للجامعات وتخسر أيضا مبالغ، وهذه محنة كبيرة. كيف يمكن أن تحدث المغايرة؟ من الأدباء أنفسهم أم من الدولة التي لا تريد أن تنشئ ثقافة حقيقية، أم من الشارع الذي يبتهج حينما يجد مطبوع عراقي أو يجد مسلسل عراقي في مغايرة يؤكد عراقيته؟ المسرح العراقي اختفى تماما، واليوم كتبت في هذا الموضوع أن كل المسرحيات التي تقام في المهرجانات في العراق هي مسرحيات مليئة بالدم، لا تريد أن تخرج عن نطاق الدم والحروب وما حدث في العراق من 1980 إلى الآن. ضاعت مباهج الدبخانة والبيكوسايق وما هذه المسميات الجميلة، أبعد الكثير من الناس عن كثير من المؤسسات الثقافية الأخرى التي كنا نرتكز إليها ونعتقد أننا ممكن أن نتقدم إلى الأمام من خلالها. هذه إشكالية كبيرة تحتاج إلى حل، ولكن من أنا شخصيا أعلن أمامكم أنني لا أدري كيف يمكن أن نتخلص من هذا الوجع العراقي وانهيار الثقافة العراقية بهذا الشكل. هل هي الأيديولوجيات؟ هل هي الكراهيات في الشارع العراقي لما يحدث؟ أم أن هناك أسباب أخرى تقف وراء تجميد فعاليات الثقافة العراقية وعدم قدرته على تجاوز خطورة الشارع العراقي؟ الكاتب العراقي كان النظام السابق وقبله هناك ثلاثة تبوات: الدين والجنس والسياسة. الآن كل شيء ممنوع، من أصغر الذنوب حتى أكبر الجرائم. لا يحق للكاتب أن ينتقد رجل الدين ولا رجل الدولة ولا رجل السياسة ولا رجل الشارع ولا يمكن العراقي. أنا أعتقد لا شيء، الكتابة إن لم تستند على هذه الأسس، وبخاصة في مجتمع كالمجتمع العراقي الذي يغاير الآن يعاني ويطالب بمغايرة كبيرة. لو رأيت اليوم ما حدث في الشارع العراقي من حدث بسيط حدث قررت المحكمة الاتحادية، لرأيت من الذي يفعله الشارع؟ لماذا يبتهج كلما تحركت قوى المحبة إلى الأمام قليلا؟ الشارع ينتظر مبدعين، ينتظر كتابة، ينتظر، ولكن لا دعم لهم ولا احترام أيضا. ولعلك رأيت يوم ما أعلن عن المكافأة هذه الطوابير القديمة من أجل $400 لا غير، دون التفكير لماذا وكيف ومتى. أنا سعيد بكم وشكرا جزيلا. حياك الله أستاذ الكريم، أحسنت وأجدت حقيقة استعراض لمجموعة من المشاكل والمعضلات، ولا والجدلية قائمة حقيقة بخصوص من المتسبب كما تفضلت، هل هي ال الأيديولوجيا المحكومة الحاكمة أم المنظومة
الغير دقيقة والغير منهجية أم ماذا؟ هناك مجموعة من الأسئلة والأخوة الذين سوف يتداخلون مع جنابك الكريم. أول سؤال نأخذه من الدكتور خير الله سعيد، لكم المايك، تفضل. حياتي لك ومرحبا مرة ثانية بأستاذنا الكبير وروائين الممتاز والمتميز الأستاذ شوقي كريم. طبعا احنا كنا متابعين من الطفولة، يعني أنا واحد من الذين كنت أسمع بشوقي كريم وأقرأ على الصحافة، لكن أنا يعني من الجيل الذي يمكن بعدكم مباشرة، صح أقول أنا مواليد 55، لكن من خلال عرضك الآن أكثر من سؤال ينطرح علي. أنت عايشت الفترة تماما، بمعنى تأثير الصراع الأيديولوجي الثقافي والسياسي على مجمل الحركة الثقافية في الستينات والسبعينات، بمعنى شهدنا بعد 63 صراع حاد للوعي الثقافي، حرق للمكتبات، اغتيال كتاب، اغتيال كذا إلى آخره. هذه الأسس الأيديولوجية ما الذي قادتنا إليه؟ وكيف أنت الآن شرت بشكل أو بآخر تأثير الأيديولوجي على الستينات وعلى السبعينات؟ لماذا هذا الخروج لم يستطع للكتاب والمبدعين الأدباء أن يكسر هذا الحاجز حتى اللحظة؟ هذه مسألة بالحقيقة تربكنا جميعا، بمعنى أنت لم تكن محسوب على هذا الطرف أو ذاك، نادرا ما يكتب عنك النقاد أو تكتب عنك الصحافة أو تطبع مؤلفاتك في الوزارة أو الاتحاد أو إلى آخره. الشيء الآخر، التشتت في الجهد السردي. يعني شوقي كريم يكتب بالمسرح، يكتب بالإذاعة، يكتب يعني يكتب للتلفزيون، ويكتب الرواية والقصة القصيرة. أليس هذا التشتت الفكري إلى مسبباته أن يعتقد مسألة العيش وظروف الحياة قد يكون لها تأثير؟ لكن المبدع، هنا سؤاله، المبدع العراقي الذي يعاني من هذه المسألة كيف يستطيع أن يتجاوز هذه الحالة؟ لأن الآن أنت الآن تشير 1500 روائي بعد 2003 راحوا، وين صاروا ذولي؟ الآن برز جيل جديد يعتمد على السوشيال ميديا، لم يستطع أن يقدم أدبا حقيقيا، يستطيع أن يصنف في أدب الستينات والسبعينات. هذه أيضا إشكالات نعانيها، بس أنا أريد أشوف من قضايا السرد العراقي، للأسف ما طرقت الأستاذ شوقي، هو البحوث والدراسات في الأدب. هذه ما مرت للأسف، ما مرت عليك وما تناولتها في حديثك. يعني أكو دراسات نقبية، دراسات بالتراث، دراسات بالتاريخ، دراسات كثيرة ظهرت عندنا بهذا المجال، يعني ما مرت عليها أو مسح الضوء بعيونك الجميلة لم يمر عليها. مع خالص تحياتي، شكرا. محباتي وتقديري. المشكلة، مشكلة الأدب العراقي منذ بدايات التأسيس، وأنا أشرت إلى سليمان فيضي، كان مؤدلجا ولم يستطع أن يتخلص من هذه الأدلجة حتى الآن. الصراع في الثقافة العراقية صراع إيديولوجيات، ومحال أن يتخلص الأديب العراقي من هذا الأمر حتى هذه اللحظة، وسيبقى. الأمر الثاني، أنا حينما كتب مسرح وإذاعة وتلفزيون من مبدأ الحب لهذه الأشياء. في الإذاعة لا، كانت مهنتي، يعني أنا بالإذاعة ومهنتي، وبالمناسبة من أشرف على تعلمي كتابة السيناريو 3 مهمين، هم الراحل مهند الأنصاري ونور الدين فارس والأستاذ الراحل وعبد الرحمن فوزي. فلهذا أصبحت مهنتي، يعني أن ينتج كاتب مثلي 250 مسلسل إذاعي وعشرات البرامج الإذاعية، منها برنامجين اسمه القصة القصيرة ومنتدى الخالدين، استمر مدة 15 سنة، إلى قبل سنة وقليل يلا وقفته. هذه مهنة، ولكنها هنا تعلم، وأيضا أنا أتعلم منها.
المشكلة مع الأمور الأخرى، مع السرديات الأخرى، مع الرواية والقصة التي قارئة علينا. نحن لم نتعلم، لم ندرس الرواية إلا من خلال ما قرأناه عبر التاريخ، بدءا من بدايات شايكوف ودستوفسكي وتولستوي، وصولا إلى الأدب الروسي. وأنا من المعجبين طبعا جدا بصاحب دون هادي شالخوف، وأجد أن هذه هي هذه الرواية هي قرآن الأدب الإنساني. ولا المشكلة مع من؟ مع التجديد. حاولت لخمس مرات أن أقرأ أوليش، وهي موجودة قدامي بثلاثة أجزاء وبترجمة محمود طه بطبعة صغيرة من الكويت، أن أقرأ هذه الرواية بعناد، حتى وأن يومي أقرأ صفحة، إلى أن قرأتها فعلا وفكرت أن أعدها للإذاعة لكني فشلت. بهذه المستويات كنا نتعلم وندرس، ولكن بقيت العلة الوحيدة مع المؤسسة الثقافية أنها تعاملك بمستواك الأيديولوجي، من اليسار، من اليمين، من الوسط، من الأمام. المحرر الموجود، رئيس التحرير الموجود، يتعامل معك ككائن أيديولوجي، مو كان مثقف مبدع مبتكر يريد أن يغير أبدا بهذا الموضوع. في الأدب العراقي لا وجود له. عملية الرصد الثقافي أستاذ شوقي كيف تتم؟ من قبل الوزارة، من قبل الاتحاد، ومن قبل المؤسسات التي تعنى بالثقافة العراقية، هل هناك حالة من الرصد؟ شكرا. الدكتور حبيبي، لا وجود لرقابة في وزارة الثقافة، والوضع منفلت. أما اتحاد الأدباء فمن سنتين إلى الآن بدأ ينشر ما يعتقد أنه سليم ومعافى، دون البلد، دون رقابة ثقافية إطلاقا في كل شيء، في كل شيء. تفضلي أستاذة دلال شويد، لكم المايك. مساء الخير جميعا، أعذر صوتي، كنت مصابة بكوفيد قبل أيام، خلصت من عنده. شكرا أستاذ شوقي على هذه المحاضرة القيمة الجميلة، وأنا أتفق تماما معك بأن أدبنا وثقافتنا مؤدلجة، وللأسف حتى الظهور الثقافي يعتمد على مقدار انحيازك الأيديولوجي للجهة المسيطرة. القصة القصيرة وكل أدبنا هو شلالية. الآن بالعراق أنت لا تستطيع أن تدخل ضمن شلة معينة إلا إذا كنت تنتمي إلى أهدافها، تجاملها، تنافقها حتى أحيانا. وبالنسبة طبعا للمرأة يكون الوضع أصعب، لأنه للأسف المثقف العراقي حتى الآن لا يستطيع، مو كل المثقفين، ما أريد أعمم، لكن معظم أدبائنا لا يستطيع أن يحترم المرأة كإنسان مبدع ند إلى قرين إلى، ينظر إلى المرأة أنه هي فرصة للعلاقة. فغالبا ما تغيب النساء المبدعات لأنهن غير مستعدات لتقديم ما يرغبه الناقد العراقي أو الشلالية العراقية اللي موجودة. عن السوشيال ميديا، أنا أعترض لأنه أعتقد أن السوشيال ميديا هي فرصة للجميع حتى يعبرون. الجيد سيبقى والغث سيذهب، لأنه أكيد كل اللي وصلنا من الأدب القديم، الأدب العربي، كان غير عشرات ومئات المنتجات الأدبية اللي هي ما صمدت بسبب ربما عدم جودتها، أو ربما أيضاً كانت تخضع للشلالية اللي إحنا ما نعرف تماماً ظروف ذلك الوقت. السوشيال ميديا هي فرصة أي كاتب حتى يظهر بدون ما تكون عليها سلطة أخرى أيديولوجية، هو يقدر يعبر عن نفسه ويقدر ينشر. صحيح هي سمحت، لأنه إحنا بعدنا ما فاهمين الحرية ومساحاتها، بعدنا جديدين عليها، بس أعتقد هي هاي الفرصة لنا حتى نكون قادرين على نشر أي منتج جيد أو رديء ويكون الحكم للآخرين. المشكلة أيضاً أنه إحنا عندنا يعني أعتذر لصراحتي، أنه عندنا نقاد قدماء متصابين يتهافتون على نصوص سيئة فقط لأن كاتبتها امرأة، وهذا طبعاً ضد المرأة مو مع المرأة، لأنه هذا أساء للنساء اللي فعلاً يكتبون وجادين بمشروعهم الأدبي، وخلانا إحنا محايدين.
يعني أتمنى أنه ما أكون أزعجتكم بهذه، أكو آراء كثيرة بس ما أريد أطول، بس هذه فكرتي عن الموضوع وعن القصة العراقية اللي هي أحياناً تكون محجورة على زمن معين، رفعتها آلة إعلامية معينة، آلة البحث الإعلامي، وللأسف أيضاً نجد أنه الساحة الإعلامية، الساحة الثقافية العراقية الآن رجعت الوجوه الثقافية البعثية إلها هي بالواجهة، هي أصلاً تتحكم بالنشر، هي تتحكم بمن يستطيع. إحنا ما نقدر ننشر بالجهات الإعلامية العراقية لأنه مو على مزاجهم، فهذا واقع. ولها السبب هو ماكو غير السوشيال ميديا تتاح للجميع حتى ينشرون. شكراً جزيلاً. شكراً جزيلاً أستاذتنا الكريمة، حياكم الله. شكراً جزيلاً. تفضل أستاذ شوقي. شكرا جزيلا. اولا ساتحدث عن وسائل الاتصال الاجتماعي، لا اعترض على ان ننشر في وسائل الاتصال الاجتماعي، ولكن بشرط واحد، ان تتوافر هذه الكتابات على شروط فنيه وعلى اتقان معرفي في الكتابه. اما المراه فاقول نعم، النقاد في العراق ليس جميعهم، اكثر تصابيا من عمر الخيام ويسعون تماما أمام الأنثى التي ربما يعني تضحك أو تبتسم، وهذه واحدة من تراجعات النقد العراقي، وأنا لا أسميه النقد بل أسميها المتابعات الدراسية البسيطة، ويوميا نقرأ مئات سواء بالتواصل أو بغير التواصل. حياكم الله، شكرا جزيلا. الدور الآن إلى الدكتور حمادي، لكم المايك تفضل. نعم، مساء الخير. في البدء شكرا للصالون الثقافي على أنه يفتح مثل هذه النوافذ المشرقة على ثقافتنا وعلى عراقنا بشكل كامل، والشكر الكبير للكبير الحبيب المبدع شوقي كريم على أنه ساحة ليس فقط في الثقافة العراقية، كانت جولته في الحياة العراقية كاملة، كما هو معروف عنه قريب من شارعنا ومن حياتنا، بل لعلني أستطيع أن أقول أنه واحد من أهم الأصوات التي تعبر عن الشارع العراقي. إذا أردت أن تقرأ العراق عليك أن تقرأ شوقي كريم بكل تقلباته ومزاجيته، لا أقصد شوقي كريم أقصد الواقع العراقي بكل تقلباته ومزاجيته وارتفاعه وسموه وانخفاضه وكل مستوياته، تجدها في هذا النبض الذي استطاع أن يبقى محافظا عليه هذا النسق. ولذلك يعني هو لم يتابع في هذه المحاضرة سلسلة السردية العراقية، هو أدخلنا في مأزق كبير لأنه مر على السياسة والثقافة والحراك الاجتماعي، وبالتالي فتح أمامنا أسئلة وبابا للنقاش والحوار كبير، لكن ضيق الوقت على المتداخل يجعله يتوقف عند نقاط سريعة. أنا ممتن لهذا الوعي الذي أجده عند منتج للسردية العراقية، لكنه يعرف فلسفتها ورؤيتها والبعد الثقافي والسياسي والتاريخي لهذه، مهمة جدا لواحد أصيل في هذا السرد، وبالتالي حينما يقدم هو لا يتابع تغيرا شكليا أو جماليا فقط في السردية، وإنما هو يتابع كل ذلك، ولذلك توقف عند محطات مهمة وسريعة ولكنها مفاصل يعني تستطيع أن تعطيك خلال هذه صورة السردية العراقية وكيف تطورت. وقوفه عند الخلفيات الأيديولوجية يمكن أن يناقشه الآخرون، لكني سأقف معه عند قضية التجربة التي مر بها الجيل الثمانيني مع أزمة الحرب، وهذه قضية جدا مهمة. هرب الشعر العراقي فيها إلى مرحلة التجريب والغموض، وبالتالي صعد العراق إلى يعني الشعر العراقي إلى صهوة قصيدة النثر بقوة، لأنها كانت المنقذ له حتى يذهب في التعمية والتلغيز، وأصبحت قصيدة النثر هي سمة الشعر الثمانيني. ونعم هي بدأت قبله لكنها أصبحت هي سمة هذا الشعر، لكن مأزق القصة أن التجريب فيها لا يتيح ذلك الغموض كثيرا، ولذلك ظلت معضلة، وظل القصاص يحاول أن يفلت، كما أشار هو إلى أن بعض القصص لا يمكن أن تقرأ، يعني لا يمكن أن تخرج منها بحصيلة، عكس الشعر الإغراف فيه أصبح سمة إبداعية، وظل إلى الآن عند البعض. هذه قضية. القضية الأخرى
في قضية 1900 أنا شاهد على تلك المرحلة، وخصوصا في بداية التسعينات ومع الحصار، فتح مكتب في دار الشؤون الثقافية فيه تذهب ويعطوك يقول لك ادخل اختر مجموعة من ثيمات الحرب الموجودة كأنه مكتوب هذا، ويعطوك مبلغ لكي تكتب. أعتقد هؤلاء 1900 هم عبارة عن كتاب دولة، كتاب عرائض كتبوا مقابل أجور، ولذلك اختفوا، لأن المثقف العراقي، وهذه القضية التي يجب أن تقرأ من هذه الوقفة، المثقف العراقي لم يكن متقبلا للدكتاتورية ولم يكن جزءا من هذا النظام. هذه واحدة من الأشياء التي يمكن أن تنقذ سمعة الثقافة العراقية، أنها كانت ضد الحرب وضد كل هذه الأيديولوجية العنفية التي مارسها الطغيان، لكنها كانت بلا أسلحة، كانت أمام الموت، ولذلك ذهبت إلى هذه العزلة والابتعاد عن حتى عن الكتابة، إلا المبدعون الذين بقوا يكتبون على هامش الأشياء المبدعة والتي تفجرت. القضية الأخرى والسريعة، في 2003 ما بعد 2003، وهذا صميم الفعل الإبداعي، يعني انكشفت سماء الحرية، تكسرت سجون الحياة، فدخلنا في مجال كبير نريد أن نعبر، هب كل الناس للتعبير، ولذلك شهدنا كل واحد كما قال بذكاء، كل من لديه حلم أو تجربة أريد أن يكتبها حياته، أصبحنا ومعروف العربي خصوصا العراقي لا يجيد سوى الكلام والحكي، فتوجهنا إلى هذه مرور سريع. لكن أنا أعتقد أننا علينا أن نميز بين الفعل الثقافي الفردي وما يشوبه من إشكالات ومواقف وأخطاء، وبين سياق ثقافي كامل. أنا أعتقد أن الأستاذ شوقي كريم وهو يتحدث عن هذا السياق الثقافي الكامل والتغيرات التي مرت عليه، يعني أنا يمكن أن أذهب إلى نموذج فردي فعلي في هذه الثقافة سيء وأخذه، ولكني يمكن أن أتكي على تجربة شوقي كريم نفسه، التجربة المضيئة. نعم هو شكى كشخص يعني كفرد من مشكلة أنه لا يمكن الوصول للتغيير، أنا أقول له أبدا، أنت الآن اسم لامع وغيرك الكثيرون أسماء لامعة مهمة في الثقافة العراقية ومتلقات، ودليلنا هذا الاشتغال وهذا الحضور وهذه الدعوات التي تقدمها وكل ذلك. ولذلك أنا أجد أن سياق الثقافة العراقية إبداعيا سياق مهم وجيد وأصيل، لكنه بسبب الإشكالات السياسية وغيرها تعرض إلى هذه المشاكل. أما أن نقف عند مشكلة هنا ومشكلة هناك، أعتقد السردية العراقية، لماذا لا يذكر جعفر الخليلي وهو واحد من رواد القصة العراقية القصيرة، ولعل الدراسة التي قدمها جون توموس عامل في 72 في جامعة ميشيغان، والتي عنونها جعفر الخليلي والقصة العراقية، والتي قال فيها أن جعفر الخليلي رائد للقصة باعتبار أنه من العشرينات بدأ ينشر أول القصص العراقية، لماذا لا نمر عليه؟ وشكرا لك أستاذنا الحبيب. أنا آسف جدا تناسيت أستاذي الكبير جعفر الخليلي، قبل أقل من سنة كان هناك مؤتمر خاص عن جعفر الخليلي في النجف، وأنت تعرف أنه نجفي الأصل، ولكن والله الذاكرة هي التي خانتني بأن أتذكر هذا الأستاذ الذي تعلمنا منه كثيرا. فقط إشارة صغيرة وسريعة، النسق الثقافي العراقي نسق غير مستقر، نسق مرتبك مثلما الميرومتر يتصاعد ويتنازل، لهذا من الصعوبة أن ينتمي أحد إليه دون أن يكون قويا متوافرا على شروط أن الإعلان كونه أديب مهم. المسألة الأخيرة، أني تجاهلت شعر الثمانيني وقصيدة النشطة الثمانينية لأنني أتحدث عن السرد، ولو أردت أتحدث عن الشعر الثمانيني لتذكرت أسامة هاشم ومحمد تركي النصار وعبد الحميد كاظم الصايح والكثير من هذه الأسماء التي شيدت قصيدة نثر حقيقية في العراق، برغم ما أشرت إليه دكتور من ما توفرت عليه من غموض وما إليه من الإشكاليات الأخرى. اسمحوا لي الآن أن أقتبس ولو لدقيقة من كتابات أستاذنا الكبير شوقي كريم،
وهي من رواية الشلوقية، يقول: علمتني الحرب أن ليس ثمة أكثر إدهاشا من رجل تعب مهزوم يترقب موته. كنت أقرأ في عيون الجرحى المنتظرين نقلهم إلى المفارز الطبية رغبات الخوف والتوسل والقلق، أراقب تطور السؤال الذي يبدأ عادة بالموت ولكنه أبدا لا ينتهي. يعني هذه فقط إشارة إلى الحقبة المأساوية التي مر بها العراق في الثمانينيات، وأيضا يقول: تصبغ مدينتنا طينها بالسواد. دكتورة وجدان الصايغ كانت يعني رفعت اليد من خلال الدكتور صبري، فلكم المايك، تفضلي دكتورة. عزيزي أستاذ حازم، تحية إلى المبدع الكبير شوقي كريم الرائع، وخليك ممنون، ويعني حقيقة القامة الإبداعية اللي استطعنا من خلال هذه الجلسة أن ننظر بعيونه إلى السرد العراقي، وحقيقة هاي فرصة ذهبية بالنسبة لي. وأشكر طبعا الأستاذ نزار والأستاذ حازم على هذه الفرصة. بالنسبة لي حقيقة أني كنت متشوقة لهذه المحاضرة، ولكن بنفس الوقت هذه المحاضرة أثارت في خاطري يعني مجموعة من التساؤلات والتعقيبات اللي إن شاء الله ما تكون طويلة وما تكون مملة. يعني مثلا راح مباشرة بعد ما أؤكد على الدكتور حمادي، يعني هو تكلم بلساني ولسان الحاضرين على دورك المهم في السرد العراقي، ذكرت شيء أنه يعني تقول أن الروايات في حقبة الدم الدكتاتورية البائدة أنها يعني ركزت على الجندي الضعيف، الجندي العراقي الضعيف، وذكرت أن الروايات التي كانت تركز على الجندي أو قوة الجندي العراقي هي قليلة. وأنا أتفق مع عزيزي الدكتور حمادي بأن هذه الروايات كانت مثار سخرية كامنة في المجتمع العراقي. نحن يعني كمجتمع وكشريحة لم نكن مع هذه الصور، وكنا نسمي من يطبل للحرب بأنه يعني بالنسبة للروايات التي ركزت على قوة الجندي العراقي، أنا أجد وأيضا أتفق مع الدكتور حمادي بأنه ركزت على الرمز، يعني الرمز وإشكالية، يعني أصبح الغموض جزء من ظاهرة مميزة للأدب العراقي في فترة الدكتاتورية. لكن إحنا ما نعدم مثلا بعض الروائيين اللي ناقشوا هذه القضية، وطبعا نسمع أنه يعني دفعوا ثمن هذا باهظ، يعني الرقابة قوية وكذا. أنتقل إلى 2003، تقول أنه أيضا يعني بعد، بس قبلها أرجع وأقول أنه الروايات اللي ناقشت مثلا احتلال العراق للكويت، كان عندنا، وأنا ما شفت أسماء نسوية في شهادتك الإبداعية الرائعة، يعني لطفية الدليمي، هدية حسين، ميسلون هادي، هم كتبوا عن هذه المحنة العراقية حينما يكون الشعب ضد القرار السياسي، ورسموا رموزا للجندي العراقي. فأنا وجدت أنهم رمزوا لهذه الظاهرة بجورنيكا لخراب المكان، أنت تجد رفض تام للقرار السياسي بترميزات لا يستطيع أن يقرأها الرقيب الغبي، وإنما يستطيع أن يقرأها القارئ الذكي. بعد 2003 أنا قد يعني لا أتفق معك كثيراً أستاذ شوقي، يعني بعد 2003 بعد سقوط الرقيب، سقوط الدكتاتورية، نعم هناك روايات ذكرت العلاقات الحميمة والصداقة والكذا، لكن أيضاً أظهرت لنا نافورة من الكتاب. يعني نحن نجد في مع كل رواية سيناريو لعذابات الإنسان العراقي، كلنا وأنا من ضمنهم كتبنا روايات عن محنة القصف الجماعي، الموت الجماعي، المقابر الجماعية، الإبادة الجماعية. بعد 2003 تم الكتابة عن التابو الديني، رغم وجود الدين كخط أحمر في المشهد الإبداعي العراقي. يعني ما نقدر ننسى وارد بدر سالم وكيف كتب ضد التابو، ما نقدر ننسى هذا الرجل اللي تم اغتياله في النجف، ما أدري راح اسمه، على مجذوب، على مجذوب، نعم على مجذوب،
نعم نعم، هذه كل هالأسماء ما كانت لتظهر إلا بعد 2003. النقطة الأخيرة وأنا آسفة أطلت، تقول السوشيال ميديا، استخدم السوشيال ميديا وارد بدر سالم في روايته اللي ناقشت سقوط سنجار، استخدم السوشيال ميديا كإشارة كمقتبسات في روايته. بالنسبة إلي السوشيال ميديا أستاذ شوقي هي لغة العصر الجديدة، يعني يجب أن ننظر إلى السوشيال ميديا بأنها لغة العصر الجديدة. نعم أنا مثل ما ذكروا المعقبين أن السوشيال ميديا فيها أخطاء لغوية وفيها أخطاء نحوية، ولكن أريد أن أقول أنا من خبرتي في أمريكا أنه نحن نضحك على الكاتب الذي يخطئ بالفعل والفاعل، لأننا نبقى في سطح اللغة ولا ننزل إلى كامن اللغة. هنا في أمريكا الحائزة على جائزة نوبل تجلس وبجوارها الشخص الذي يصحح لها الفعل من الفاعل. السوشيال ميديا فيها أخطاء لغوية، ولكن هي أيضا تظهر لنا الحقائق. وحقيقة أشكركم جدا جدا جدا. سريعا، أنا لن أنسى السيدات وأولهن معلمتي والكبيرة الأستاذة لطفية الدنيمي والأخريات من، ولكني تعمدت أن أضع هؤلاء الجميلات في مكان خاص لهم. ثانيا، وارد بدر السالم والأسماء التي تشربنا بها هي ما قبل، جاءت من ما قبل 2003، ما دخلت الحياة الثقافية. أنا أتحدث عن من دخل الحياة الثقافية بعد 2003، وهذا خراب. أما وارد كاتب معترف، كاتب منذ بدايات الثمانينيات إلى اليوم كاتب معترف ويومي، وأنا شخصيا أميل إلى الكاتب اليومي. تعلمت من العظيم سارتر بمقولة واحدة صغيرة، يقول خلقت ليكتب. وارد بدر السالم وهناك مجموعة أخرى خلقوا ليكتبوا، الإله جعلهم موظفي كتابة، مو أنا وأنت ولا أي واحد. ولكن المأساة مع من يأخذ مبلغ من راتب التقاعدي ويروح يطبع رواية حتى نخفف في الوطأة. نقطة صغيرة، أحد الأسماء ما أذكر اسمه طبع 25 كتاب، 25 رواية من التغيير إلى قبل سنتين، قدم عضوية اتحاد الأدباء، صار مشادة بالمكتب التنفيذي، أنا كنت رئيس لجنة القبول، فقالوا تريد تقبله أخذ الروايات إقران واكتب لنا تقرير، حتى من نقول من قبله نقول هاي شوقي كريم موافق. فقرأت الروايات لدي ما يمكن أن نستفيد من عنده، فانقبل عضو. قبل 7 أيام خابرني بالبيت، ها خير أستاذ، قال والله أنا خسرت 2 مليون دينار، طبعت كل أعمالي الجديدة وراح أرشح جائزة نوبل. فتصوري حجز من إيمان بالذات دون أن تكتمل أدوات الفنية. هذه المشكلة لدى وسائل التواصل الاجتماعي، وانت شرتي إلى واحدة من الأخطاء المهمة، الذي لا يتقن اللغة لا يمكن أن يكتب، لا يمكن، هذا مستحيل، يعني ضرب من المستحيل. أما في أوروبا، لأن أوروبا ما عندهم 21,000 كلمة، 21 مليون كلمة، ما عندهم الكتابة. إحنا إذا ضرب يضرب ويضرب فقط، هاي الدوقك. شكرا جزيلا. الشكر الجزيل للدكتور وجدان الصايغ على هذه المداخلة الرائعة، شكرا. نفسح المجال إلى دكتور سعد التميمي، لكم المايك. شكرا لك أخي أستاذ حازم، شكرا للصالون العراقي على هذه الاستضافة، استضافة المبدع القاص الروائي المسرحي السيناريست الأستاذ شوقي كريم. محباتي دكتور. تحياتي أستاذ شوقي. طبعا ما يميز تجربة شوقي كريم الغزارة والتحول والتنوع في نتاجه، عندما بدأ في مجموعة القصص القصصية المميزة عندما يسقط الوشم عن وجه أمي في عام 1977، واللي أشاد بها أستاذنا الأستاذ الدكتور علي جواد طاهر. قضية جدا مهمة، يعني حقه في هذا الوقت القصير أن يقف عند السردية العراقية وتكلم، ولو يأخذ مفردة من المفردات، القصة القصيرة لوحدها
يحتاج لها محاضرة، القصة يحتاج لها محاضرة، الرواية يحتاج لها محاضرة، السرد والنقد يحتاج لها محاضرة. فحق أن يغفل بعض الأسماء أو بعض الاتجاهات. ما يميز التجربة السردية العراقية واختلافها عن التجربة المصرية مثل ما أشار أستاذ شوقي، ارتباطها بالواقع. هسه عبر عنه بالجانب الأيديولوجي، هو ارتباطها مباشرة بالواقع عكس التجربة المصرية. التجربة المصرية واكبت بدأت تاريخية ورومانسية اجتماعية وبعد ذلك واقعية. التجربة العراقية وإن بدأت في السردية العراقية في العشرينات، لكن خلينا نقول الانطلاقة الحقيقية هي في الستينات. يعني قد تعد روايات ومحاولات غاب طعمة فرمان وأيضا فؤاد تكرلي في الوجه الآخر هي البداية الحقيقية الفنية للسردية. قضية الحرب هذه مرحلة، خلينا نكون واقعيين، احنا موضوعيين لا دائما نلغي، هي مرحلة يجب أن تدرس، وهناك دراسات كتبت عنها. أحيانا الكاتب يصنع هذه الرواية، يصنعها، هو ماهر، لا نلغيها تماما، مثل ما لا نلغي ما بعد 2003 كاملة. يحتاج لهذه المرحلة، هذه التجربة التي تجاوزت بالآلاف، أن تتم دراستها. بفعل التعرية أيضا ستنتهي كثير، يعني بمرور الوقت نحن دائما عدد كبير، يعني أحيانا أسماء مجهولة يأتي فيهدي لك هذه الرواية، لا يعني عندما تقرأها ولا تجد فيها شيء لا يمكن أن تكتب عنها، مثل ما أيضا شعراء موجودين، مثل ما نقاد أيضا موجودين، هذه عملية جدا طبيعية. أيضا في قضية الحرب، خلينا بمقابل اللي أدلجوا واللي مثلوا دور الإنسب مي السلطة في التعبير وصياغة هذه الأحداث، هناك من كتب من الآخر، يعني من خارج العراق في المنفى، أدب المنفى، عندنا حسين الموزاني، عندنا هيفاء زنكنة، عندنا كثير من الأسماء الذي كتبوا قصص وروايات من الخارج، أعطوا وجهة النظر الأخرى للحرب. يمكن أريد أعرج بالأخير على تجربة شوقي. تجربة شوقي أفاد من المسرح في الرواية، وأفاد من الكتابة للتلفزيون والمسلسلات، فتجد أحيانا في رواياته هناك توظيف للسيناريو، هناك توظيف للسينما، هناك توظيف. فلذلك السمة المميزة اللي الآن ما يكتب شوقي في الفترة الأخيرة هو هذا التداخل، تداخل للأجناس. تجد الشعر داخل روايته، في لبابة السر هناك مقاطع شعرية غير اللغة الشعرية اللي موجودة في رواياته. أيضا أنا أجد بأنه شوقي هو قريب من الشارع، ينقل الشارع والواقع إلى تجربته. شوقي يعني مبهور جدا ومندمج جدا في الإرث، هو يحس نفسه إنسان سومري في القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين، فلذلك دائما ما يأتي ويستجلب بالشخصية السومرية التراثية فيزجها في رواياته. يعني موضوع كل صراحة كبير جدا، أريد أعرج فقط، أنا أطلت، آسف أستاذ. قضية النقد، هذا التعميم صراحة غير وارد. يعني أنا أتكلم، يمكن أنا اللي كاتب عنهم نسبة 99% منهم رجال مو نساء، يعني هذه التعميم، يعني عندنا أسماء كثيرة، صحيح يمكن يتفق وياه، يمكن أنا وأستاذ شوقي متكلمين عن بعض الأسماء، هناك من يكتب يعني بالأجرة، يكتب يعني من النقاد معروفين مشخصين حتى في داخل الوسط، لكن أن نقول النقد ينظر للمرأة، لا بالعكس، يعني عندنا أسماء قدمت المرأة لأنها تستحق. يعني ما ممكن يعني نتكلم عن عالية ممدوح، نتكلم عن أسماء مهمة كتبوا عنها نقاد رجال، نقول فقط كتبوا عنها لأنها امرأة. فقط للتعميم أقول يجب أن لا نعمم، وشكرا جزيلا لكم. حياكم الله. تفضل أستاذ شوقي.
شكرا دكتور سعد حبيبي واخوي العزيز. فقط انا افخر باني سومري، واتمنى وهذا ما طلبت من جامعه ذيقار حينما منحتني شهاده الدكتوراه بالجامعه، وصيتي الوحيده انني ادفن قريبا من قبر اورنمو قرب الزقورة، وهذه وصية الوحيدة. أنا كان سومري والاحتلال العربي هو الذي دمر بلادي، فلهذا سأظل متمسكا بهذه المقولة حتى آخر لحظة. محباتي لك أستاذ سعد. حياك الله، حياك الله. نتشرف أستاذ الكريم أستاذ شوقي، وأنت بهذا الحديث الجميل وهذه التعريف الرائع، أعتقد لابد نتأمل، أتأمل أن نسمع من دكتور مزر الخفاجي إن شاء الله بالقريب. دكتور كاظم لكم المايك. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للصالون العراقي، شكرا للأستاذ الكبير أستاذ شوقي كريم على هذه محباتي المحاضرة وعلى السرد التاريخي للهواية العراقية. بالحقيقة ما أطيل عليكم، سؤالي للأستاذ شوقي كريم، ما هو دور الأستاذ الكبير جاسم العبودي عميد كلية الفنون الجميلة على المسرح والرواية العراقية، علما بأنني أرى هنا على الشات ابنه الأستاذ إدريس العبودي يذكرنا على الشات، يذكرنا بنتائجات والده الأستاذ جاسم العبودي ومدى تأثيره على الإيجابي على المسرح والرواية العراقية، وشكرا لك. ممنون، شكرا لتذكيرك بعلم مهم من أعلام المسرح العراقي والثقافة العراقية، ابن أور العظيم الدكتور جاسم العبودي. اشتغلت منذ عمري 15 سنة في فرقة أسسها الدكتور جاسم، فرقة مسرح الفن، مسرح الحر، وعلمنا كيفيات التعامل مع الشخوص وتحليل هذه الشخوص، رغم أن وعي الأستاذ جاسم آنذاك، وهذا الكلام في بداية السبعينيات، كان وعيا كلاسيكيا يعتقد أن المسرح يبدأ من حيث التفسير للشخصية، ويعتمد تماما على كتاب إعداد الممثل، وهو كتاب من الكتب التي تدرس في العالم أجمع، ولا يؤمن كثيرا بروحات بريشت في هدم الجدار الرابع بناء مسرح مفتوح. كان الممثل لدي يسير ويقف بخارطة، يتحدث ويفعل فعل بخارطة، وهذا ما فعله تماما بواحدة من مسرحيات الآن تاهت عن بالي، عرضت في مسرح الثورة الجوال، أولادي لا تذكر بالضبط. جاسم الدكتور مع احترامي للقبه وأستاذي ورحمة الله علي، ظاهرة مسرحية ظلم المسرح العراقي وتناسى أقرب الناس إليها، لأنه كان مغايرا، كان لا يتفق مع خط فرقة المسرح الفني الحديث مع طروحات الأستاذ يوسف العاني والأستاذ قاسم محمد ويوسف وسامي عبد الحميد والباقين. لديه فهم خاص لهذه المدرسة، لهذا لم يستطع أن يشكل حضورا شعبيا داخل الشارع العراقي، ولكنه شكل حضورا مهما لدى المهتمين بالمسرح والمثقفين بشكل عام. بالمناسبة هو أيضا قارئ نهم ومعجب بشكل كبير بالراحل الغائب طعمة فرمان، وأعتقد أنه كان وراء إعداد غائب طعمة فرمان النخلة والجيران للمسرح، وأيضا وراء إعداد البيك والسايق للمسرح العراقي أيضا. هذا ما أعتقده تماما، ظاهرة مسرحية مهمة وجليلة، ولكن للأسف مثل الملايين من العراقيين الذي قدموا في التاريخ والجغرافيا والفلسفة وعلم الاجتماع تناساهم المجتمع العراقي. الشكر الجزيل لكم، أحسنتم وجدتم. الدور الآن إلى الدكتور صبري حمادي، تفضل لكم. السلام عليكم جميعا، مرحبا. وعليكم السلام. الله يسلمك.
أشكر الأخ المحاضر حقيقة أستاذ شوقي، كما أشكر أستاذ نزار وأشكر هذه المجموعة اللطيفة من أعضاء الصالون العراقي. حقيقة فعلا ذكر دكتور سعد قال يعني يحتاج لأستاذ شوقي يعني ثلاث أربع محاضرات خصوصا عن النشأة، لأنه النشأة حقيقة هي طويلة عريضة، يعني تبدأ منذ ملحمة جلجامش بها حكاية صورية، ومرورا بكثير من الأعمال مثلا ألف ليلة وليلة، مقامات كليلة ودمنك، كل الحكايات لدينا تراث ضخم يعني في البيان والتبيين، في الجاحظ، في الحيوان الجاحظ، في إلى آخره، أيضا لأبي أبي حيان التوحيدي وسواهما الأغاني على يتحى. نعم يعني قصدي هذا التراث الحكائي، أما هذا النسق يعني التقنية هاي الحديثة التي جاءتنا من أوروبا، يعني وهي أنه النسق اللي يسمى رواية وقصة قصيرة، هذه تمام. يعني أول رواية سجلت هي رواية الإيقاظية مؤلفة سليمان فيض الموصلي، هذه طبعت عام 1919 في مطبعة الحكومة بالبصرة، هكذا عليها لأن أنا درستها. هذه لا تتوافر فيها مثل ما ذكر الحقيقة أستاذ شوقي، قال هذه لا تتوافر فيها التقنية الفنية، ولكنها رائدة، وصاحبها أيضا من الرواد، لأنه أشار المسألة الإصلاح، وأنا كتبت دراسة اسمها البطل المصلح في الرواية العراقية، ذكرته هو أول واحد تقريبا، وأكو قصص الرؤية أيضا اللي هي إرهاص بالقصة القصيرة. أيضا الرواد اللي كتبوا عن الفن القصصي السردي العراقي بوجه عام، ذكر دكتور علي جواد طاهر، عبد الله أحمد، عمر الطالب، لكن قبلهم كان هناك سهيل إدريس، الرجل اللبناني صاحب مجلة الآداب المعروفة، مجلة الآداب، هي نعم، كتب دراسة طويلة عن الفن السردي العراقي. وبعده اسم مغمور حقيقة، عبد القادر حسن أمين، كان صار رئيس قسم عندنا بالجامعة المستنصرية بعد هادي الحمداني الله يرحمه، دكتور هادي الحمداني، فكتب رسالة ماجستير عن نشأة الفن السردي العراقي، والله الدراسة جيدة، أنا رأيتها جيدة. أيضا ودت أن أضيف يعني محمود أحمد السيد أيضا اللي ذكره، كتب عنه دراسة، دكتور علي جواد طاهر يعني كتب قصة 1921 اسمها في سبيل الزواج، كتب مصير الضعفاء 1922، بس كلاهما لا يتوافر فيهما يعني عنصر التقنية الفنية، لكن عند رواية اسمها جلال خالد ذكر دكتور عبد الله طاهر قال هذه يمكن تصلح تكون أول رواية عراقية. لماذا؟ لأن يعني تشبه زينب اللي هي رواية محمد حسين، محمد حسين هيكل، نعم تشبهها محمد حسين هيكل، اي نعم، دكتور محمد حسين هيكل، اي نعم، 1928 جلال خالد. وأنا حقيقة يعني تبنيت رأي دكتور عبد الله طاهر، فعلا هي يتوافر فيها عنصر الفن. بالثلاثينات أيضا مجنونان لعبد الحق فاضل الكاتب الموصلي اللي كتب عن ملحمة جلجامش تسمى ملحمة قلقنيش، قلقنيش كذلك طبعا الدكتور إبراهيم رواية ذنون أيوب مهمة جدا، لكن هو الرجل هذا جاء من روسيا، هذا متأثر بليرمونتوف، هذا الكاتب الروسي الكبير اللي كتب بطل من هذا الزمان، يعني بطل شرير مثل الشيطان، هو الرجل أسقطها على شخص معين ورئيس وزراء سابق. أيضا يمكن أشار أيضا دكتور سعد زميل العزيز قال جعفر الخليلي عنده في قرجين وعنده الضايع، يعني روايات جميلة والله، يعني أنا أيضا كتبت عنهما. أي السؤال يا ها، طبعا فقط يعني أضحك، المرحوم الله يرحمه عادل عبد الجبار كتب رواية اسمها الرقص على أكتاف الموت، تقريبا هي أول رواية، يعني كأنما اثنين هم رايحين عبالك للنزهة. لا قبل أستاذ، قبل الرقص على عرزال حمد السالم. عرزال أحسن، بس عرزال قبل الحرب أعتقد أستاذ شو، قبل عرزال حمد السالم، بس هو زين سوى المرحوم أي الاثنين بالحرب أستاذ، ولكن الأولى عرزال سالم. أي أي، فهو زين سوى سبع عادل عبد الجبار الله يرحمه، يعني وراها فتح محل ما تصيح سيارات يمكن بالفلوس اللي حصلها من هذا. بالنسبة أيضا ودت أن أضيف الشاهد والزنجي مهدي عيسى الصقر، هذا الرجل يعني هذا
أرى يعني كأنما تنبأ أو يعني خلينا نقول حدث أنه الاحتلال الأمريكي بالشاهدة والزنجي. وعام 1989 كتب أنه الأمريكان يدخلون للعراق من طريق الجنوب وتغتصب امرأة من البصرة، والاغتصاب عارفين مثل وليام فوكنر لما أيضا تغتصب نساء أو امرأة من جنوب أمريكا بواسطة شمال أمريكا. يعني هو عادة الاحتلال يعني يرمز له بالاغتصاب، تمام. فالحقيقة الشاهد والزنجي يعني عمل عالمي والله، إضافة لأعمال طبعا أبو الرجع البعيد أيضا كان يرمز لل هاي العلاقة غير الشرعية بين البلد هذا المراهق التافه هذا اللي مدحت اسمه مدحت، أي لا مدحت هو اللي مثل الحزب الشيوعي، لكن ذاك اسمه عدنان. خلينا من الايديولوجيات. اي تمام لان السياسه هذه، بس هو رمز لي اغتصاب الحزب حزب معين للسلطه بدل من حزب اخر، هو شيء يرمز ويتنبه له، يعني المثقفين يعرفون هذا يقصد كذا بس ما حد قال عليه. يعني لانه هو الرجل راقي، هو يساري معروف فؤاد تكرلي. بالنسبه لا استاذ خلي يلا كمل حتى نحترض سؤالي. يعني أنا لست مع الأستاذ شرقي بخصوص الجيل الجديد، حقيقة يعني هناك إرهاص بأعمال رواية، يعني هذا الكلام ما يمنع من وجود نوع راقي. يعني مثلا هذا الرجل أحمد السعداوي عنده هاي فرانكشتاين، والله في شيء تحفة، يعني في عقلية في خصبة اللي كتبها هذه وحصلت على جائزة البوكر، والآن على أساس يهيأ أنه تكون مسلسل أو تكون فيلم وكذا. شكرا جزيلا استاذ شوقي، ممنون جدا لنا هذه الابواب. نعم ممنون. فقط رد سريع، انا تجاوزت كل هذه الاسماء الموقره والكريمه لان نعم. الوقت ووقفت نعم. محطات نعم. كبيره، ولا تنسى هناك عبد الحون الرضان وهناك اسماء مهمه نعم. وثانيا نعم. التجارب اللي تحدثت عنها وخاصه الاستاذ ابو شاهد وزوج عيسى حسن، هي كتبت بعد الثمانينات بعد أن نضج الكاتب، لم تكن في بدايات التجريب في بدايات الوعي القصصي، بعد أن نضجت التجارب كتبت هذه الرجع البعيد، كتبت بالثمانينات وبالمناسبة قدمت إلى الشؤون الثقافية ورفضت كرواية لأن هناك قانون سلامة اللغة العربية لا يسمح بالكتابة بالدارجة العراقية. وللمصحى أيضا السيدة رشيدة التريكي أرادت أن تترجم رجع البعيد إلى الفرنسية. بداية الرواية لا تتذكر، وإن تذكر جميعا البنية الجدة تقول للبنت وهي تسحبها تقول عابة الشكول، فأرادت أن رشيدة أن تترجم عابة الشكول للعربي ما قدرت، فدزت رسالة الفؤاد وكنا قاعدين واحدة من الأربعاء، قال جتني رسالة من هاي المترجمة تريدني أتعار وشنو ترجموا لي عابة الشكور، فاجتمعنا مجموعة على أن ننقلها إلى العربي ما قدرنا، لأن لا هي مسبة ولا هي فرح ولا هي، فراح فؤاد الباريس وتغيرت عندك نسخة فرنسية تغيرت الترجمة وبأثرها نعم نعم. عابة الشكور تزوج أستاذ فؤاد برشيدة التريكي. مو بس هاي بالبداية بنات اثنين يتعارك، هاي تقول أنت شبي ذيك تقول أنت شبي، شلون واحد هذا تبي بسيطة بس عابة الشكون ما حد يقدر ترجمها، بس هو عاد صياغة الحوار واحدة من الروايات واحدة من الروايات بيبية تقول لابنها تقول لا فضة فوق، فشريته ورحت للكاتب الله يرحمه راح إلى رحمة الله اللي هو غازي العبادي، قلت له أستاذ أبو ضفاف قل لي شنو على فضة فوق، أكو واحدة بالناصرية أو بالعمارة تقول لابنها لا فضة فوق، خب قل عابة الشكون وفضة أو لا عاب عليك وفضة. فهذه يعني لتلطيف الجو، انا لا انسى احد، كلهم اساتذتي وعشت وياهم حياك الله. فقط ملاحظه ادعى انه الاستاذ فؤاد التكري كان يساريا، الاستاذ التكري لم ينتمي في حياته الى حزب وما دخل سجن وما عرف مظاهره واحده في بغداد منذ الخمسينيات الى وفاته. نفسح المجال إلى أستاذ رحمن عباس، تفضل لكم المايك. تحياتي. في البداية أريد أن ألقي التحية على صديقي شوقي
وصديقي حبيبي. الغريب بأننا تزامنا في الابتدائية ولم نلتقي، رغم أن المدينة كانت أصغر مما نتصور، مدينة الغراف أو سويج الدتشة. في مدرسة واحدة، في مدرسة واحدة، في مدرسة واحدة، ولكننا لم نلتقي. على ذكر على ذكر التكرلي، التقيت به عن طريق أخي ضياء خضير في باريس عام 84، واستمعت إلى شكوى الأديبة التونسية رشيدة التركي أو التركي، وشكت حول مسألة إشكالية اللهجة العراقية، وقالت بأني وصلت إلى حافة الجنون في هذا الموضوع. المهم هذا موضوع جانبي. حول المرحلة، مرحلة الحرب، المراحل التي نستطيع اعتبارها كأنها المرحلة المظلمة في العراق. أحياناً الفترات المظلمة في أي بلد أو في أي بقعة جغرافية تفرز الكثير من الإبداع الأدبي. مثلاً في مرحلة الشيوعية أصدر الكاتب الهنغاري لا يحضرني اسمه رواية تانغو الخراب أو ساتان تانغو، تانغو الشيطان، وهي تعتبر من أروع الروايات التي تحدثت بالرمز عن هذه المرحلة وعن الفقر وعن الضياع وعن كذا. تلام الرواية العراقية في ذلك الوقت، لدينا الرمز، ومن الممكن أن يكون هنالك إبداع في الرمز، ولكنني وجدت بأن الرواية العراقية تتشرذم في مواضيعها، أقصد في مرحلة النظام السابق ما قبل 2003. صحيح هنالك قمع إلى آخره، ولكننا لم نجد إلا روايات تكاد أن تكون ليست بمستوى المرحلة من حيث حجم الوجع العراقي. لدي سؤال قد يكون ساخر بالنسبة إلى الأستاذ شوقي، قال بأن حوالي 8000 رواية بعد 2003، هل لدينا 8000 قارئ لهذه الروايات؟ وشكرا جزيلا. محباتي وتقديري، شكرا جزيلا لك. ليس هناك قارئ لهذه الروايات، وما يباع في الشارع العراقي وفي شارع المتنبي تحديدا كميات قليلة من الأدب، وأنا أشرت أنه الكاتب المتلقي العراقي الآن غير ميال لشراء السرد أو لشراء الشعر، يقرأ دين وتاريخ وسياسة ومذكرات ويكتفي بهذا. وحتى المعارض التي تجرى في المحافظات، وإحنا بلد كثير معارض الكتب، نجد مبيعات الروايات لأسماء محددة وقليلة جدا. حياكم الله، شكرا جزيلا. بعد إذن دكتور حمادي، نعطي المايك إلى دكتور إدريس العبودي. تفضل أستاذ الكريم، لكم المايك. السلام عليكم جميعا. أكو مقولة كنت شاركتها قبل كم يوم ويا الدكتور كاظم، وهي Fools speak when they want to say something, wise people speak when they have something to say. I hope that I'm a wise person, so I won't talk about foolish things. One of the most important things is to understand the history of Iraqi theater. And unfortunately, the person that they were talking about was my father, and he's no longer here to defend himself or talk about his work. فوالدي المرحوم جاسم العبودي يعتبر من أعمدة المسرح العراقي. وأنا آسف إذا كانت لغتي العربية ركيكة، وأعتذر لأستاذتي لطفية الدليمي وأيضا فائزة مصطفى جواد. فمن البدايات، وأنا ابنه السادس، أعرف جيدا أنه كان
من مؤسسين مع صديقه الراحل المرحوم إبراهيم جلال فرقة المسرح الحديث، وثم فرقة المسرح الحر الذي تكلم عنها الدكتور. وكان والدي ضد مسرح الفرجة ومسرح القرج والهرج، وكان من مؤسسين مسرح الطفل في العراق ومسرح العمال وغيره. ونعم كان غير ملتزما بأسلوب ستانسلافسكي، ولكن كان من معلميه في العراق وجدد في المسرح العراقي. أما عن مسألة أخرى فهو التغييب المتعمد للمرأة في كل مفاصل الحياة في العراق، وقد علمت هذا جيدا وأنا في العراق. فوالدتي رحمة الله مارغريت العبودي كانت من أول من درس فن المكياج في العراق، واسمها لا يذكر كملايين العراقيات أيضا، لا في الأدب ولا في الشعر، بشكل ريادي متميز ودائما في الطلع. ومسألة ثانية هي مسألة عدد الكلمات في اللغة. فعدد الكلمات في اللغة مثل واحد يريد يعطي مثل أنه عدد النوتات في الموسيقى، فهل تحتاج الموسيقى إلى نوتات أكثر أو إنسان مبدع أكثر لكي يطلع بموسيقى جديدة؟ وشكرا جزيلا للجميع. حياك الله دكتور إدريس، شرفتنا بمشاركتك وأحسنت، ولغتك العربية رائعة وجميلة جدا. تفضل أستاذ شوقي، تفضل. ما شاء الله يحكي دكتور، يحكي لغة أحسن من عندي. أنا اللي ما أعرف لغة هو يا ما شاء الله ابن البطعة، وهام بعد ابن أستاذنا الكبير جاسم العبودي. حقيقة المرأة العراقية مظلومة، هذه قضية منذ الأزل، منذ أن خيدونا إلى اليوم. المرأة العراقية لدينا ملكة، أول ملكة بالكون، لا يذكر التاريخ، وستبقى المرأة العراقية هكذا، لأن الأرث الاجتماعي فيما بعد مجيء الإسلام أثر كثيرا على واقع المرأة وجعلها في الصف الثاني من الحياة، وهذه خطورة جدا تحتاج إلى حوار طويل. ولكن على أقل تقدير لدينا رائدات ممكن أن نشير إليهم، لا يمكن أن ننسى نازك الملائكة وصبيح إبراهيم والكثير ولمياء عباس عمارة والكثير من منتجات الثقافة والعلم. ولدينا أول وزيرة بالعراق، ولدينا الكثير من الأسماء اللي ممكن أن نحترمها ونهتم بها، ولكن بالأعم هو هذا الواقع. المرأة العراقية مظلومة جدا، وحتى يقال والأسف الشديد أنها عورة. نترك المايك إلى الدكتور حمادي، تفضل لكم المايك. أنا آسف على الإعادة، لكن كانت عندي ملاحظتين وحقيقة مهم أنه أناقشها مع أستاذي. الأولى وكفاني كثيرا فيها أستاذنا الكبير دكتور صبري مسلم حمادي في قضية العنونة، أنه التأسيس الوافد والمغايرة العاجزة، ولعل تاريخا من الحكي، ولعل كل أمة لا تخلو من ذلك، لكني أعتقد أن الأستاذ شوقي كان يقصد بداية أو محاولة التأسيس على النمط الغربي كما أشار التقنيات، وهذا واحدة من الأمور التي أعتقد يجب الانتباه لها. نحن تركنا هذا الإرث كله وأخذنا المعيار هي الرواية حسب الضوابط الغربية وكتبنا عنها، وبالتالي حتى ضيقت علينا مساحة القدرة على استثمار. يعني احنا عندنا مقامات، عندنا بند، عندنا أشياء كثيرة في تراثنا، لكن التجديد، مرحلة التجديد، مرحلة قيام الدولة أو الوعي العام اللي حصل عندنا مع بداية القرن الماضي، هو كثيرا ما يعني حجم، لأن المعايير اللي فرضت علينا في اعتقادي. ولذلك أعتقد يعني هذه يجب أن نقف وأن أفهم يعني موقف أستاذ كريم. والمغاير شوقي، المغايرة العاجزة
يعني ما الذي تريد أن تقوله؟ هل أن محاولة الاختلاف فشلت السردية العراقية في الحصول عليها؟ هذه الملاحظة الأولى، بعد إذنك إذا تحب تسولف لو أنتقل للملاحظة الثانية. الملاحظة الثانية، الملاحظة الثانية تتعلق، يعني أنا إذا أخرت لنا في عملية التغيير اللي حصلت، أنا أعتقد أيضا ومن متابعتي لك أعتقد أنك فعليا على مستوى التجريب، على مستوى الكتابة التقطتها، وهي أن هناك تغييرا عاما في المزاج والثقافة التي يعني العراق فجأة انفتح على الحياة، وإذا به يجد الحياة قد مضت سريعة عن لحظته التي كان يعيشها، وجيل ينفتح على التقنيات، مزاج اختلف، ثقافة اختلفت، وعي اختلف، قراءة اختلفت. بينت عندنا هذه بالألفين وعشرة، بعد سبع أو ثمان سنوات بين، ولذلك حتى مزاج العراقي مع الدولة مع السلطة بدأت عندنا جو المظاهرة والغيرة. أنا كنت أتابع ويا أصدقائنا ويا كذا وبقراء وبالمتنبي، وأنت يعني سيد هذا المشهد، كنت أشوف أنه أكو مزاج آخر بعيداً عن هاي قضية اللغة، وأنه المبدع هو أيضاً هو يشتغل باللغة، وبالتالي يجب أن يكون قد امتلكها ليستطيع أن يفجرها جمالياً. هذه إشكالية واحدة، لكن المزاج العام والثقافة كلها اختلفت، وبالتالي علينا أن نجد لغة أو أسلوب أو طريقة. ولذلك انتقالتك الكبيرة واشتغالك على هذه حتى على مستوى يعني شراق وغيرها المصطلحات والأسماء والطريقة الكتابة، أنا أعتقد، ولذلك حين قلت أن من يريد أن يقرأ العراق يقرأ شوقي الكريم، لأنك بالتقاطات المبدع استطعت أن تجد هذا المختلف. ولذلك علينا أن نعود إلى هذه المحليات حتى نخلص من المعايير التي فرضت لنكتب كما كتبت أمريكا الجنوبية روايتها الخاصة، وكما جاءنا من أفريقيا أدب يختلف عن معايير الرواية بالمصطلح الغربي. لماذا نخشى؟ ولماذا نقول نؤسس كما أشار صبري أستاذنا الكبير دكتور صبري إلى هذا الإرث الكبير؟ اليوم أو مو اليوم، من قبل 200 سنة أوروبا احتفت بملحمة السرد العالمية ألف ليلة وليلة، وإلى الآن ما زالوا في ألمانيا، في ألمانيا إلى قبل سنوات أعادوا طباعتها طباعة جديدة على ترجمات ليست الترجمة الفرنسية الأولى، لأنهم يعتقدون أن هذه الرواية، حتى أني خلال هذه السنوات القريبة جامع أكثر من 10 نسخ مختلفة لترجمات رواية ألف ليلة وليلة في الألمانية. شيء مذهل، لكننا نضيع هذا الإرث ضمن المعايير. أنا لا يعني لا أتكلم هنا عن شوقي كريم المبدع، وإنما أنا أتكلم عن نسق ثقافي، لأن شوقي كريم المبدع بمجساته الإبداعية كان مغايرا جدا، وأسس لسردية أزعم أنها عراقية ونفتخر أنها تمثلنا. أنا شاكر لكم كثيرا وأسف على الإطالة، لكن المحاضرة التي افتتحها شوقي كريم كانت ليست محاضرة عن السرد في ظني فقط، وإنما كانت مفتتحا لإعادة قراءة ثقافتنا لمناقشة هذه الإشكاليات الكبرى، وهو أهل لأن يضع هذه، لأنه واحد من مبدعينا الكبار الذين نعتز أن في العراق أمثالهم. شكرا جزيلا. شكرا شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الإجابة ببساطة أن العقل العربي، وسأتحدث هذه المرة عن العقل العربي، حينما اكتشف أن هناك سرد يسمى قصة ورواية ما كان منتبها إلى الأرث العربي، بل أبهرته صيغ وجماليات السرد الأوروبي العالمي المترجم أولا إلى التركية ومن ثم إلى العربية. فيما بعد في مرحلة منتصف الستينات انتبهنا إلى ألف ليلة وليلة والموروث السعدي، وسأضرب لك مثلا بسيطا. في أيام الغراف، في أيام طفولتنا، كانت هناك قوانين، جداتنا وأمهاتنا يحكن بالليل قصص وسوالف، وكنا نعلق بعيدا مع هذه القصص والسوالف. لما كبرنا وفحصنا هذه القصص اكتشفنا أنها جزء من ألف ليلة وليلة، لقد تحولت إلى موروث شفاهي عراقي بالفطرة، فمن الذي حولها هكذا؟ نحن انتبهنا إلى هذا. وحقيقة
أنا لدي يعني قاموس الآن أشتغل عليه منذ سنوات يسمى قاموس اللغة العراقية، وكانت محاضرتي قد أثارت ضجة في اتحاد الأدباء عن اللغة العراقية، وما زلت حتى هذه اللحظة لا يخلو نص من كلمة عراقية حقيقية من أصول سومرية وبابلية وآشورية، وهذه مهمة لا بد منها مثل ما أشرت. هذا مشروع ماركيز بالأمر برواية وستوريات أيضا بأمريكا اللاتينية، ونحن بحاجة إلى فعلا أن نطوع حياتنا اليومية وثقافتنا في بناء مبتكر جديد. ما يعوزنا هو الابتكار، نحن لا نعرف كيف نبتكر شكلا قصصيا وسرديا وروائيا جديدا. أحسنت أحسنت، شكرا جزيلا أستاذ الكريم. وجنابك أشرت إلى مسألة انعدام الثنائية في الرواية العراقية ولربما العربية بشكل عام، ثنائية ما بين الخير والشر، وهذه إحدى أشكالياتها، رغم أن الإرث العراقي بالذات هو يعني سردية أو نصوص جلجامش وأنكيدو إلى هذه الثنائية. فنترك المداخلة أيضا الآن إلى دكتور خير الله سعيد، تفضل. عفوا، ممكن دكتور مصر الخفاجي؟ يا ريت والله، أنا أفسحت دكتور مزهر إذا تسمعني تفضل دكتور الكريم. سلام عليك، أنت فتحت باب عليك فاليوم تتحملنا. أنا شوف أشر يعني هاي القلقامة شيء تحرش، محاولة لإعطاء المايك لدكتور مزهر، تفضل. السلام عليكم، أولا مساء الخير. عليكم السلام. أنا سعيد أنه أكون عن جزء من هذا المشهد المنصت في صالون الثقافة العراقي. أنا سعيد أن أتفاعل مع هذه الأسماء المهمة، يعني وأنا أسمع وأصغي تربطني بشوقي تاريخين، التاريخ السري وهو التاريخ الشخصي، وأنا أجزم في أن الأخ الروائي والقاص شوقي كريم حسن مناضلا حياتيا بامتياز. فأنا لازلت أتذكر في 86 حينما كان في الأعظمية كان يسحب عربة صغيرة كي يبيع الكتب لتستمر عنده الحياة. هذا موضوع ربما لن أثير كثيرا لأنني حزين حقيقة. القضية الثانية حقيقة أنا سأتحدث إجرائيا و أستاذ شوقي يتحملني، أنا كنت مراقب للمشهد وهو يعرفني منذ ثمانينات القرن الماضي إلى الآن، وقليلا ما أتحدث، لكنها فرصة في أنني أمسك في نهاية الحديث. أنا أثني على ما قاله الدكتور صبري والأخ الدكتور أحمد حمادي في أن السردية أو يعني المدونة العراقية في السرد عميقة موغلة، وأحيل هذا السومري الأستاذ شوقي كريم إلى هذه السردية العظيمة اللي هي حكاية العبد والسيد، وهي ربما واحدة كما يقول الأستاذنا الكبير هنري فرانكفورت في ترجمة جبر إبراهيم جبرة، كانت سردية من النوع الذي يقدم شكل من أشكال الصراع غير الموجود إلا في عمق الشخصية العراقية. قضية ثانية وأنا أتدحرج في موضوع السردية، يعني كنت أتمنى على أستاذ شوقي، وشوقي يشبه صديقي جواد الحطاب، يعني سأكشف سرا، واحدة من أجمل مميزات إبداع الحطاب أنه لا يملك لغة أخرى، وواحدة من أجمل أشياءات الأستاذ شوقي أنه لا يملك لغة أخرى. وتعرفون ولا أكشف سرا أن كثيرا من الشعراء والقصاصين الذين يمتلكون لغة أو لغات أخرى كيف انتحلوا نصوصا أو بيئوا، لكن الميزة المهمة عند شوقي كريم وأنا مراقب له أنه يذكرني في اسمين يعني حقيقة، والثالث واسين الأعرج، الأول عبد الحميد جودة السحار والآخر محفوظ يعني عبد الرحمن. شوقي
سارق كبير بنوبل. ليش؟ لأنه تجاور مع التاريخ فأخذ كثيرا من ثيماته، لكنه أزاح النص القديم وتحول إلى مكتوب جديد وكأنه ملك لشوقي. قضية ثانية وهو التي يشترك فيها مع الحطاب، أن شوقي الكريم واقعي حد أنه تحول كثيرا من الشفاه إلى مكتوب، وهذا المكتوب تحول إلى سردية أخرى أو مدونة تاريخية أخرى. وهنا أقول وبمحبة، لأنه ربما سيبتسم دكتور خير الله سعيد، واحدة من أكبر إشكاليات القاص والرواية العراقية أنه لم يتجاور حقيقة مع ثيماته القديمة، أقصد ثيماته السومرية، وهو يعني ربما تحدث عن الملكة الآشورية. ونحن نتدحرج في موضوعنا. واحدة من أهم مميزات شوقي أنه لم ينتحل رغم أنه تجاور، وهناك فرق بين التجاور مع الثيمة أو انتحاله. فالانتحال سرق لا محال، وهو يعني لا يشبه التناص أبدا. القضية السادسة والأخيرة حقيقة التي أقولها لصالح شوقي، شوقي كان طبعا سأقولها بلا مجاملة، رغم أنه يعني تحدث عن تجربته الشخصية ولم يخدم عنوانه الأساس كوني الآن ستحدث أكاديمي، شوقي كريم حسن صاحب قضية أصوات عالية. أنا أعرف حميد المختار وما هي مرجعياتي ويعرفها شوقي، وأعرف عبد الستار البيضاني وهو صديقي اللدود وأعرف ما هي مرجعياتي، وحسن متعب، لكن صاحب المبادرة وللأمانة شوقي كريم حسن. لكني في المحاضرة كنت أتمنى، وهي الرابعة والأخيرة عليه، أن يقول في الستينات الرواية العراقية تجاورت مع من؟ هل مع الأدب يعني السوفيتي، أقصد من تولستوي إلى ماكسيم غوركي؟ في السبعينات تجاورت مع من؟ هل تجاورت مع الأدب الواقعي؟ زين. في الثمانينات هل كان حميد المختار، سأقولها ستار البيضاني، متجاورا مع بورخيس، مع ما يعني مع ميلان كونديرا، مع ماركيز، أم لا؟ في التسعينات. هذه قضية مهمة، لأن اعتراف أنا أعتقد أن ما قاله شوقي مهم جدا، لكنه لا يخلو من ذكاء كبير، لأنه لم يؤصل لفكرة التجاوز. هو سارد سومري قديم لكنه خان سومريته، لأني لم أجد بطلا من أبطاله ينتحل اسما رافدينيا قديما. اثنين، وهو سارد ومهم وشاهد كبير على تجربة إبداعية هي بدأت في منتصف السبعينات، لكنه لم يقل أن مرجعيات زملائه في السبعينات والثمانينات وحتى التسعينات ما هي. وأنا آسف حينما أقول وأنا أتحدث مع روائي كبير اسمه أسامة أنور عكاشة، قلت ما الذي يذهلك من الأدب القصصي العراقي؟ وهنا سأكون خبيثا في إجابتي، قال قرأت قصتين، واحدة لمحمد خضير المملكة، والثانية من أدب الحرب لوارد بدر السالم اسمها أصابع الصفصاف. أرجوكم لا تشتموا محننا لأنها عظيمة، لأننا كتبناها بالدمع والدم. شكرا لشوقي كريم حسن هذا المخلص لقضية اسمها القص. تحياتي. شكرا جزيلا لأخي وصديقي ورفيق الدرب الدكتور مسهر. فقط أود أن أقول ربما أنت في السنوات الأخيرة لم تطلع على ما كتبت من أسماء سومريات، وخاصة فيما لم يروا الغريب جلجامش التي نالت جائزة الدولة، ثم فيما بعد برواية لبابة السر التي اعتبرت واحدة من أكبر روايات بالأدب العراقي، واعتبرت ملحمة العراق الثانية، وكانت الأسماء كلها سومرية، بل إنني تعمدت في هذه الرواية بأن أنقل الأحداث التي حدثت في بغداد والعراق في هذه الفترة إلى العصر السومري الأول، وكذلك في رواية ثغيب التي تعمدت بها أيضا العودة إلى التاريخ السومري القديم، هي محاولة ليس إلا. ولكني في موضوع
الأجيال، وأنت ما أشرت إلى أن جيل الستينيات وربما لم تكن يعني منتبها إلى ما قلت، أنه اتكأ على الوجودية وكان وجوديا، وحتى أتيت بمثل قصة السمكة للأستاذ جمعة اللامي. ومرأة السبعينيات كانت مرحلة أيديولوجية منقدرة تتكئ بين الأدب الروسي أحياناً وبين حينما دخل ماركيز غير المعادلة تماماً، حتى ولكن مجموعتنا فيها أصوات عالية كان المثال الأعظم لدينا بعد ماركيز هو أنين روبي غري وناتال ساروت، وهم الاثنان لذلك. ثم أتى فيما بعد المعقر بورخس، وهكذا استمرت المحايفات. جواد العطاب، أنت تعرف من هو بالنسبة لي رفيق العمر والدرب والصداقة، وفعلا جواد لهذا نجح في أن يكون شاعرا متميزا في العراق، لأنه لا يتقن لغة أخرى، ولو أتقن لغة أخرى لضاع الحطاب وضاع العراق أيضا. محبات. شكرا، شكرا جزيلا أستاذ شوقي، حياكم الله. أنا بالحقيقة في إشكالية، يعني الوقت قد انتهى، أكثر إحنا الآن أكثر من ساعتين، ولكن هناك تعليق من قبل الدكتورة عفاف الدراجي، لربما تحب أن تتداخل، وأيضا هناك ملحق من قبل دكتور خير الله سعيد ودكتور سعد محمد التميمي. بعد إذن الأخوة نستمر إذا ما عندك إشكالية. بعد الأخوة الكرام، دكتور عفاف تحبون تأخذون المايك على عجالة يعني خلال دقيقتين أو أقل؟ إيه نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أثناء مداخلة أحد المتحدثين ذكر أنه أستاذ شوقي يدعي أنه في الرواية العراقية لا توجد هناك ثنائية، يعني استغرب هذا الشيء، بس أريد توضيح كيف يعني ماكو ثنائية؟ ثنائية حتمية في أي سرد. على حد علمي البسيط، أنا طالبة دكتوراه أدب إنجليزي اختصاص رواية، أستاذة جامعية صار لي 15 سنة درس، كيف ماكو ثنائية في الرواية العراقية؟ نعم، أترك الإجابة لأستاذ شوقي. أنا بالحقيقة من عقبت على ما طرحه في بداية الحوار، وهي أن الرواية العراقية يعني الثنائية غير واضحة أو غير واضحة أحيان شمولية. نعم تفضل. إذا غير واضحة شيء وغير مطروحة، يعني غير موجودة شيء آخر، غير واضحة هذا اللي يستوعبها الناقد، يستوعبها اللاوعي للمتلقي، إنما غير موجودة ما هذا الشيء أنا أشك فيه. تفضل. نعم. ست عليك أن تتفحصي القصة الرواية العراقية لتكتشفي أنها تخلو تماما من قضيتين مهمتين، الدراما أي تصاعد الدرامي والحوار السيمي المتصاعد. هذه لا تقبل الشك، وأنا على يقين أن أتيك بمئات الأدلة من داخل النصوص. الرواية العراقية رواية سطحية تستخدم الحوار لغرض التوضيح فقط، والوصف لغرض الإيضاح مكان وزمان. أما صراع مثل ما في الدراما، هذا لا يوجد إطلاقا في الرواية العراقية حتى عام 2003. مو هذا سؤالي، سؤالي الثنائية. الثنائية شيء الثنائية يعني الذكر والأنثى، الخير والشر، النهار والليل. لا ستاني، هذا موضوع لا حياته، لا ست لا حياته دون هذا الموضوع. الأدب بشكل عام والحياة يعني هذا قصدته. هذه السنوات ثنايات معنوية هي الموجودة، هي التي تسير الحياة ست. بالضبط، أحسنت. شكرا. كيف نقف بخير ولا نجد شر؟ كيف نقف حب ولا نجد كراهية؟ وهكذا. والسرد العراقي مثلا تقصد البناءات الدرامية بناءات مو ثنائيات. أنا آسفة جدا. لا البناءات الدرامية جد. بنائية نعم. شكرا. تمام، شكرا جزيلا. ممنون لك. حياكم الله، شكرا. نترك المايك إلى دكتور خير الله، تفضل. شكرا لك مرة ثانية عزيز حازم، وشكرا لعزيز شوقي، اتعبناه اليوم حبيبي انت. لا اسم عجيب، شنو ما مرت عادي في حديثك عن الروايه او السرديات في فتره السبعينات، هو اسماعيل فهد اسماعيل، كيف ما خطر ببالك مثلا يعني استاذ
أستاذ نحن لا نعتبر حتى فترة قريبة يعني حتى ما إلى ما بعد التغيير كنا لا نعتبر إسماعيل فهد إسماعيل روائيا عراقيا لأنه نشأ وكتب وعاش في الكويت إلا بعد التغيير. وكان بالمناسبة كان لا يأتي اسمه ولو تفحصت النقودات العراقية بالنقدية العراقية لم تكتشف سطرا واحدا يشير حتى في دراسة الدكتوراه لعبد الإله أحمد لم يشر لإسماعيل فهد إسماعيل رحمة الله عليه على أنه روائيا عراقيا كان كويتيا. وهكذا عرفنا حتى ملف الحادثة 67 إذا تتذكر حين ذات انفرجت الأمور قليلا بعد التغيير جاء إسماعيل إلى البصرة وتعرفنا عليه ومنحناه صدقنا العراقي ومنحنا حب العراقية وهذا واضح قاص عراقي ولكنه لم يتناول الواقع العراقي وما اقترب حتى من واقع البصرة ظل في أطر الأيديولوجيات إلا في أواخر كتاباته يعني لو تتذكر كتاباته الأولى البسيطة ما كان يقترب من تاريخ الشخصي أعتقد المستنقعات الضوئية سلط هاي العلاقة فقط هذه فضت هي التي أوقفت إسماعيل البعيد وقربته إلى شط العرب. هي هذه المشكلة هي المشكلة أنه عاش في الكويت بعد 63 هاي يعني أستاذ الأيديولوجيات أكرر ثانية الأيديولوجيات هي التي أبعدت كثير من كتابنا الكبار وجعلتهم ينتمون إلى جهات أخرى في السينما والمسرح والإذاعة والآن العالم أنتم الآن كثير من أصدقائنا في الغربة تعيشون إشكاليات كبيرة جدا حتى أنا الآن حاكيك من كندا أحمد حاكيك من ألمانيا حاجم حاكيك من الولايات المتحدة زملائنا وزميلاتنا كل واحد من بلد يعني لذلك كان قبل شوية لما سألتك عن الرصد الثقافي من قبل الوزارة أو من قبل الاتحاد غير موجود غير موجود أستاذ سؤال شوقي أستاذ العزيز أنت تعتقد أن عندي 62 مؤلف في عقبك أنت ما قريب له وأنا مؤلف مثلا هاي وحدة مو فقط أنا ربما أنا قليل المتابعة غيري 62 مؤلف لأديب عراقي وكاتب عراقي يجب أن تمتلئ به مكتبات العراق كاملة لو كان الوضع صحيح تصور كتبي ما توصل للعراق دونك أنت ما توصل كتبك ما توصل للعراق أنا كتبي ما توصل لكردستان ممنوع تدخل كردستان أنت زين ما تدخل العراق أنا بالمناسبة لا عدي لا مسافر ولا طالع ولا الكردستان ما واصل وما توصل كتب الكردستان إلا هدية بيد واحد ويخاف وكذا لن يحتبروها منشور تحريضي سري عجيب هذا الواقع أما للجنوب والجامعات وهذه قضية ثانية حياك الله أستاذ شوقي يعني ما أعرف كيف واحد يستقبل هذه هذا الواقع المأساوي نتأمل بعون الله تعالى أنه يتغير في يوم من الأيام بجهودكم وجهود الأخوة الباقين احنا في ما زلنا في الملحق والمايك الى استاذ سعد دكتور سعد تميمي تفضل شكرا لك استاذ حازم وعذرا انه هذا الملحق لانه هناك قضيه قالها اخي صديقي استاذ شوقي ويمكن اكدها ايضا استاذ احمد قضيه يعني لن نكون دائما خلينا نكون موضوعيين لن نكون متعصبين دائما نقول الآن السرد خلص السرد هو موجود عندنا والسرد سومري وكذا قصة رواية منتج غربي فيما بعد أكو جذور ملامح هذه القضية رجعنا لها بعد أن أخذنا هذه التقنيات من الغرب وأخذنا هذه الرواية من الغرب هذه خلينا نسلم وهذا ليس عيب ليس عيب يعني هم أيضا أخذوا منا القضية الأخرى أيضا أخذ أستاذ شوقي على النقد أنه تطبيق المناهج النقدية ما هو الفن الروائي والقص هو منتج غربي وأدوات النقد له غربية يعني السرد ملفوظات السرد عناصر القص كل هذه يعني المنتج المقام كيف كان يتناوله النقاد العرب القدامى جماليا مثل ما يتناولون الشعر لا يفرقون بين المقام وبين الخطابة عندما يتحدثوا عن نص سمات جمالية فلا ضير بالتأكيد حتى نكشف عن المقومات الجمالية
لهذا المنتج، للقصة، للرواية، لا ضير أن نستعين بما قدمه، ما قدمته المناهج النقدية الغربية. أختم بقضية الاستقراء، ويعني حتى لا ينزعج الأستاذ خير الله، نحن في قلب في العاصمة، وكثير من المثقفين مهمشين في العاصمة، فكيفما أنت تريد يعني الوزارة تستقري؟ هذا جهد ذاتي، إحنا الآن هذا جهدنا ترى الذاتي، يعني حضراتكم الآن من هذا الصالون الجميل واللي نلتقي به وهذا التواصل، هذا عمل أنا قلت فد مرة للوزير، قلت له إحنا في المنصة نقدم، في منصة إبداع نقدم نشاطات ثقافية أكثر مما تقدم الوزارة، تصور إحنا بجهد ذاتي وأنتم الآن تقدمون ليس مجاملة في صالونكم هذا الأسبوع تقدمون أكثر مما تقدم الوزارة من نشاطات، فنتأمل. شكرا لكم على هذه الجلسة الجميلة. حياك الله. شكرا أستاذ سعد. بد فقط إشارة صغيرة، أنا لا أحترض على النقد ولكن أحترض على هذا الكم الهائل من المصطلحات التي يراد من خلالها زجها داخل تفحصات سردية. الناقد العراقي لم يعد يمتلك هوية خاصة به، كل ما هنالك ما بعد الميتا سرد، ما بعد يعني، والأمر بسيط جدا، هو أن نعرب هذه المصطلحات وهذه المفاهيم ليتحول إلى علق الهوية عراقية بسيطة. أما أنا ورائي مرات أقرأ نقد على أعمال أنا كاتبها، ما أفهم هذا الشيء يريد الرجال اللي كاتب عني، وظل صافن ومرات تصحصني البتشية وأقول راح أبطل كتابة، ربما هذا على صحيح وأنا ما أدري هو صحيح. هذا احتمال أستاذ شوقي، احتمال حتى هو اللي كاتبها ما يعرفها. طبعا أود أن قبل أي شيء أن أشكر الدكتور سعد تميمي على هذه الإشادة، نعتز بها الدكتور الفاضل، حياك الله. فعلا إحنا المجتمع يمكن هذه مفهوم أو فكرة جديدة على الواقع العراقي، أنه يتحمل بعض المسؤولية، ولا ضير في ذلك. أنا أعتقد تحمل المسؤولية الشخصية في إيجاد إنتاج من الممكن أن يوجد عملية تنافسية تخجل منها المؤسسة الحكومية، وأعتقد هذا إحنا نتمنى أن يعني نصل إليه في إن شاء الله في القادم. جدا متأسف. إن شاء الله يخجلون. إن شاء الله. إن شاء الله يخجلون. إن شاء الله ندعو أن يخجلوا. إن شاء الله. أستاذي الكريم أستاذ شوقي كريم، أعتقد دكتورة أو أستاذ عفاف الدراجي لديها مداخلة بسيطة نعتبرها آخر مداخلة إذا تسمح لي. بعجالة أستاذ عفاف تفضلي. شكرا جزيلا. بالنسبة للسرد، أحد الأساتذة الأفاضل ذكر أنه لازم تكون لنا هويتنا الخاصة في السرد، وأني جدا أشدد على هذا الشيء. إحنا من كنا صغار كانت بيبيتي الله يرحمها تروينا قصص، وكانت تقول هاي كتابية ماما، كتابية يوم، يعني كتابية تقصد أنه والدها عالم جين كان يقرأ لهم قصص من الكتب، قصتها مثلا زبريان استوى بالورد والورد استوى بزبريان. يعني أنا متندمة لأن ما كتبت هاي القصص بصراحة، كان إلها أسلوب سردي رائع. فإحنا ماركيز لما كتب فيما يسمى بالواقعية السحرية لم يكن ينظر إلى الغرب وإلى أفواههم وإلى نقادهم، كتب وخلص، كتب ما يراه يصلح أن يفتن القارئ ويخلب ذهن القارئ. فإحنا إذا تخلصنا، إذا أوكي الأدوات النقدية الغربية لا بأس، هذا شغل النقاد لازم يكون عالمين بها، لكن خصوصية السرد العراقي، نعم يجب أن تكون للسرد العراقي خصوصيته، للسرد العربي خصوصيته، وإلا إحنا مجرد توابع يعني. وشكرا جزيلا، ممنونة جدا أستاذ. شكرا جزيلا. والله كفيتيني شر معركة مع الدكتور سعد التميمي، لأنه أنا أتذكر، وهاي عزيزة للدكتور خير الله، والدي يقول جيب لنا صبور، الآن ابني يقول جيب لنا سردين، وهذه القضية إلى من يهمه الأمر، إلى دكتور سعد. السرد عراقي بامتياز، وأدوات النقد وأدوات السرد حديثة. ففضوا هاي الحركة مالكم مباشر عزيمة بوحدة من محلات السمك، وقت بصك من سعد والله كريم.
أرجو أن نتواصل ولا تنقطعون عنا ولا ننقطع عنكم، أنتم في القلب دائما عقول عراقية. شكرا أبو صلاح، شكرا. عقول عراقية بهية مستر، أنا ما أحكي وياك، أنا أحكي ويا الولد البرة، أنت مطلوب غدا وكل على صفحة. محباتي وتقديري لكم، سلامي سلامي للعوائل جميعا، وأقبل جبينكم جميعا، وأتمنى لكم التوفيق والمحبة والسلام يا الله. سيد الكريم، إذا تسمح لنا، أكو هناك ظهر اعتراض مبطن أو رغبة لاستمرارية لا تتجاوز الخمس دقائق، حتى يعني نعطي المجال لأستاذ نزار ودكتور صبري مسلم حمادي، فإذا ما كعدكم مانع بس استمرارية فقط لخمس دقائق. تفضل أستاذ نزار، لكم المايك. عفوا. أنا لاحظت ظاهرة للأسف الشديد بالفترة الأخيرة، تغييب دور الروائي العراقي الحجازي عبد الرحمن منيف عند الحديث عن الرواية العراقية. هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني شخصي، وآسف، كم ودت أن أسمع عن دور الجدة مياسة منحوش في تكوين شخصية الروائي شوقي كريم؟ جزيل الشكر. السؤال الأول، مع تقديري واحترامي، عبد الرحمن منيف ليس روائيا عراقيا، رجل عاش في العراق، والاختلاف واضح بين أن تكون عراقيا أما عن أبا، وأن تعيش في العراق وأنت تعرف اتجاه القومي للعراق آنذاك، واشتغل بالعراق وعاش، ولكنه ليس عراقيا. ولا يمكن مثلما الراحل الكبير معلمنا الأستاذ جبر إبراهيم جبر ظل فلسطينيا عاش في العراق، مثلما أنتم الآن لا يمكن أن يقال عنكم أمريكان لأنكم من أصول وجذور عراقية. هذه حقيقة. ثانيا، جدتي وجدتي، مو جدتي وحده، جدتي لأمي وجدتي لأبي، مياسة منحوش، وشوفوا الاسم الجدتي الجميل، وجدتي فتنة ذرب، كانت المنبع الأول لكل شقاواتي ولكل انكساراتي ولكل ما تعلمته من الحكي الشعبي، لأنهما واحدة من الناصرية والأخرى من ميسان، وكلاهما كانت تتصارعان لتكسبان ودي، وأنا كنت أتصارع مع التي تملك 10 فلوس حتى أخذ هاي 10 فلوس وأستفيد من عدها. أحسنت أحسنت وجد. شكرا شكرا جزيل. دكتور صبري مسلم حمادي، لكم المايك، تفضل. يعني سرعة كبيرة حقيقة. أنا يعني أشفق على صديقنا العزيز شوقي لأن وصلنا عليه. بالنسبة لإسماعيل حبيبي دكتور عزيزي، أنا شاركت أيضا في الكتابة عنه في كتاب صدر من كتارة، يعني على جهد هذا الرجل حقيقة. بروايته الأولى هي يعني باكرة أعماله اسمها الحبل، هو أرخ به الستريم أوف كونشيسنس، يعني اللي ذكره جيمس جويس في رواية عوليس. هذا الرجل يعني أو المونولوج الذاتي، إحنا نترجم المونولوج الداخلي أو تيار الوعي، يعني هو أول من كتب بهذا الخصوص، هو وحقيقة أبو الوشم يعني عبد الرحمن مجيد الربيعي. فهو الرجل عبد الرحمن مجيد الربيعي تمام، في الحبل، رواية الحبل. هو الرجل كان مسجون بسجن عراقي، يعني يمكن نقرأ سلمان، ومن طلع كتب الحبل لأنه حاقد على هذا الرجل الضابط اللي أخذ منه زجاجة عطر 20 دينار، زجاجة عطر يريد يأخذها لحبيبته 20 دينار يعني، وكتب تحديدا عن البصرة وأشخاصه وبطله بصراوي، وانتقم من الضابط بأن راح يسرقه، وهذا مع استخدام هاي التقنية الجديدة اللي آنذاك السبعينيات، يعني بداية السبعينيات، وبيها أيضا خيبة الأمل بالحزب اللي قبل الحزب البعث. يقول لأنه الرفاق قام واحد يضم على الأخ، يعني واحد جايب بيض فشي يسوي، يشوف الرفاق نايمين فيطلع البيض ويأكل حتى ما حد يشوفه، لأنه لازم يتقاسم بيض وياهله، هو يؤمن بالاشتراكية، بس الاشتراك على صعيد البيض لا والله تشكم، هو ماكو جائع. فيعني بالعكس يعني مس وتر حساس من يعني هاي المحنة العراقية آنذاك حقيقة. أستاذ أستاذ صبري، دكتور حبيبي صديقي، بعد الحبل وبعد خروجهم من نقرة السلمان، كتب عبد الرحمن مجيد الربيعي الوكر إذا تذكرها، وكتب فاضل العزاوي القلعة الخامسة، نعم، وكتب نعم. إسماعيل الحبل، وهاجر
ناسياً كل ما بعد هذه الأزمة. والله هذه رواية استذكار. يعني وضع العراق ما يشجع، أنا ذاك هو مطالب يعني كان شيوعي معروف. أي رواية استذكار كان يستذكر ما يحدث في نقرة السلمان. نعم. وما نعم. مروا بالرفاق يعني فاضل ومظفر. نعم. واحد نعم. من أبطال مظفر كان. نعم. مظفر وفاضل وفريد سمعان. والكثير من الأسماء اللي زارت النقرة وكانوا يعني متقسمين حتى هم وهم في حزب واحد كانوا متقسمين إلى أجزاء مثل ما قلت البيضة والصمونة. بالمناسبة أنا عشت طويلا بالسجن، هذه حياة السجون. نعم. أن تدافع عن ذاتك لكي تبقى. نعم. لا أيديولوجية ولا حزب ولا أخوة ولا صداقة ولا وطن حر وشعب سعيد ولا أم عربية واحدة ولا أي شيء من هذا الاسم. البيض أولا. لا نص قصة خبز تساوي عندك حياة. طبعا طبعا. شكرا جزيلا لأستاذنا الكريم أستاذ شوقي وهذه الرحلة الإبداعية الرائعة. نتمنى لكم كل موفقية في كل نتاجاتكم.